على فكره ماشي بكتاب الاسم وماشي بكتاب الذكر تمام الاثنين سنه هو ده صحيح يعني بعد ايه بتبدا عليه مهم جدا نظري بيظهر في نظري كتير جدا انترا اتواني بيس سكريبشن الاي جي ار بيتكلم فيه على ديفينيشن على تايب على سكيلز على الفينيك بيكشر وثلاث فورمز مانجمنت نعم يعني كان يا جماعه اكتر سؤال شتوي سال زملائكم سال زملائكم محمد الخير الاسبوع اللي فات كان بسرعه بيجيب تساله عرفني يا ابني الاي جي ار انتر اتراني جروس ريستريكشن الناس كلهم كانوا بيقول لك ان في تنفير سويت اقل من التنفير سمباي ده بتاع ايه الديفينيشن موجود في الكتاب المشكله مقتنع بيه الديفينيشن الصح او الاصح هو اللي موجود في الكتاب تعالى كده الاول نعرف يعني ايه معنى اي جي ار ونعرف الفرق من كلمة اسمها اي جي ار من كلمة اسمها سمول فور جستيشنال ايج دلوقتي يا ولاد لو هنتكلم على موضوع كبير اسمه سمول فور جستيشنال ايج العيل نازل اقل من الوزن المتوقع بتاع العيل اللي في سنه يعني احنا كلنا عارفين يا ولاد ان غالبا الولاد بينزلوا وزنهم من كام لكام معظم الاطفال بينزلوا وزنهم من 3 كيلو ل 3 كيلو ونص ده يعتبر النورمال رينج بتاعنا هل معنى كده ان كل العيال هيتولدوا من 3 ل 3 ونص انا ممكن الاقي اقل من كده شويه ممكن الاقي عيال اكبر من كده شويه ده يعتبر طبيعي تمام يعني انا جبت لك قلت لك ان الشهر اللي فات ولدنا في حوالي 100 حاله طب ال 100 حاله دول اكتشفت يا دكتور ان 80% من الستات عيالهم من 3 كيلو ل 3 كيلو ونص كده الدنيا كويس 10% منهم عيالهم وصلوا 4 ونص و 5 كيلو 10% منهم عيالهم 2 كيلو و 2 كيلو ونص يعني يا دكتور انت عايز تيجي تقول لو انا جيت اعمل كيرف للنورمال ديوريشن عندنا تمام هلاقي عندي بدل كيرف بالمنظر ده كده ده نزل في 10% بعد كده 20 30 الكلام ده كله لحد ما اوصل لحد كام يا ولاد 90 لو انا حبيت اعمل كيرف هكتشف يا ولاد ان 80% من الستات هو من 10 لحد 90 80% من الستات تمام من 10 لحد 90 وزن عيالهم بيتراوح من 3 كيلو الى 3 كيلو ونص وده بالنسبه لي يعتبر حاله عاديه وطبيعيه ولا لا؟ بس ده ما يمنعش ان في 10% منهم وزنهم اقل من 3 كيلو انا الشهر اللي فات يا جماعه لما جيت اعمل سكريننج في الحوادث تمام اكتشفت ان 80 ست من ال 100 اللي احنا ولدناهم وزنهم كان من 3 ل 3 ونص و10 ستات عيالهم وزنهم كان اقل من 3 كيلو 2 كيلو ونص كيلو 3 كيلو الا ربع فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ او الحته ديت كده يا اولاد المنطقه ديت معناها ان وزن العيال كويس ولا صغير؟ صغير ده حاجه بنسميها سمول فور جستيشنال ايج تمام؟ يا بنتي هو ابنك جاي صغير كده ليه؟ ابنك جاي وزنه قليل كده ليه؟ انا عارف ان الوزن الطبيعي بتاع العيال دول من 3 ل 3 ايه يا اولاد ونص وده برضه يا جماعه ما يمنعش ان انا عندي بعض الستات ممكن يجيبوا لك عيل وزنه اكتر من 4 كيلو يعني يا جماعه ال 100 ست اللي انا شفتهم الشهر اللي فات 80 منهم كانوا من 3 ل 3 ونص 10 منهم كان وزن العيال ايه يا اولاد؟ قليل و10 برضه منهم كان وزن العيال كبير وصل 5 كيلو 5 كيلو ونص تمام؟ يبقى لو انا جيت اتكلم عن نورمال بوبيليشن لو جيت اتكلم عن نورمال بوبيليشن هكتشف ان 80% من السيدات جايبين عيال وزنهم كويس 20% لا الوزن مش مظبوط 10 منهم الوزن قليل و10 الوزن يا اولاد كبير بالمناسبه لو حبيت استغل الكيرف دوت واجاوب لك ان انا عندي حاجه اسمها مايكروسومي مايكروسومي يعني ايه يا ولاد؟ وزن العيل كبير عارف الديفينيشن بتاع المايكروسومي بيقول لك ايه؟ ان الفيتال بيرث ويت وزن العيل اثناء الولاده ساعه ما اتولد كان اكتر من 19 برسنتايل
عارفين يعني طبعا 96 درجه يا اولاد تمام. ان انتوا اللي بعد الايه ال 90 دول تمام. طب يا دكتور 90 دول منين؟ ال 80 ست الكويسين وال 10 اللي عيالهم يا اولاد كانوا قليلين. طيب سيبك من الميكروسوم، عرفني يا عم السمول فور جيستيشنال ايج. قال لك دول عباره عن مجموعه الستات اللي وزن عيالهم الفيتال بيرث ويت اقل من ال 10 درسنتايل، اقل من ال 10 درسنتايل. فهمت يا ولاد يعني ايه معنى كلمه اقل من ال 10 درسنتايل موجوده عندكم في الكتاب؟ طب سؤال دكتور، انا لو سمحت انا جبت عيل وزنه 2 كيلو، انا جبت عيل وزنه 2 كيلو تمام؟ يبقى دلوقتي يعتبر سمول فور جيستيشنال ايج ولا نورمال ولا مكروسوميت؟ لان سيادتك انت ولدت العيل دوت اتحط في انهي خانه في الجدول بتاعنا يا ولاد؟ اتحط في خانه الايه؟ الاقل من ال 10 درسنتايل. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ السؤال دلوقتي يا شباب، لو انا جبت العيل 2 كيلو جرام دوت، العيل وزنه قليل دوت، واتحط في الكاتيجوري اللي هي اقل من ال 10 درسنتايل، يا ترى العيل دوت نزل 2 كيلو عشان هو وحش تمام؟ ولا العيل عادي عادي وكويس؟ انت ممكن تجيب لي ست عيل يا بنت انت جبت عيل وزنه 2 كيلو تمام؟ وتفضل العيل ده وزنه ايه؟ قليل، هو محتاج حضانه؟ محتاج دكتور اطفال يبص عليه؟ العيل فيه مشكله؟ ده السؤال. طب ممكن الاقي يا جماعه العيل 2 كيلو جرام والاقيه كويس، ممكن الاقي العيل 2 كيلو جرام والاقيه وحش تمام؟ يعني سيادتك السمول فور جيستيشنال ايج ممكن تبقى حاجه نورمال، انت يا بنتي اصلا وزنك قليل وجوزك وزنه قليل، هتجيبوا عيل قليل زيكم حاجه كونستيتيوشنال كده، يبقى انت سيادتك نورمال، خد ابنك وتوكلي على الله تمام. العيل نازل وزنه قليل لان امها برضه وزنها يا اولاد، الام وزنها قليل، العيل نازل قصير لان الام يا اولاد قصيره، ده حاجه بنسميها كونستيتيوشنال، لان العيل واخد كل الجيناتكس بتاعته منين؟ من الاب والام. انت وزنك قليل وانت قصيره والاب وزنه قليل والاب قصير، غالبا هيطلع العيل يا اولاد كونستيتيوشنال قليل برضه زيهم. في بعض الاحيان الاقي واحده بسم الله ما شاء الله طول بعرض بتبعت حاجات غريبه كده يا جماعه تمام، والاقي الاب برضه بسم الله ما شاء الله يجيب لك عيل وزنه 2 كيلو، انت طالع لمين يا ابني؟ ده انت المفروض ان الجيناتكس بتاعتك بتقول ان انت مستريح هيجيب لي 4 كيلو 4 كيلو ونص 5 كيلو، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك المشكله بتاعت السمول فور جيستيشنال ايج المره دي تعتبر نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال تمام؟ يبقى معنى كلمه سمول فور جيستيشنال ايج ده تعريف وجه عام ان العيل نزل وزنه قليل. ممكن يكون العيل نزل وزنه قليل وهو كويس، ممكن يكون العيل نزل وزنه قليل علشان في مشكله يا ولاد. لو العيل نزل وزنه قليل علشان في مشكله ديت بقى اللي انا هسميها اي جو ار انترا يوتراين جروس ريستريكشن. انت المفروض ان وزنك كان يكون احسن من كده بس انت نزلت اقل من ايه يا ولاد؟ المتوقع تمام؟ طب يا دكتور انا جبت عيل 2 كيلو تمام؟ يا بنتي ده المتوقع بتاعك، انتوا عيالكم اصلا كلهم كده صغيرين، كلهم وزنهم كده صغير تمام؟ تيجي تلاقي بعض السيدات يا دكتور انا ولدت لحد دلوقتي اربع مرات، كل مره اجيب عيل 2 كيلو 2 كيلو ونص 3 كيلو ولا ربع، عمر ما عيل نزل لي اكبر من 3 كيلو. يبقى انت ده حقيقه كونستيتيوشنال وده الطبيعي بتاعك والطبيعي بتاع عيالك. انما واحده ثانيه يا دكتور انا جبت قبل كده ثلاث عيال 4 كيلو 4 كيلو ونص 4 كيلو، العيل ده المره دي نزل 2 كيلو، يبقى العيل دوت ماشي مع الطبيعي بتاعك كويس يا ولاد ولا يعتبر اب نورمال؟ اب نورمال. يبقى سيادتك لازم تعرف الفرق بين حاجتين، حاجه اسمها سمول فور جيستيشنال ايج وحاجه اسمها انترا يوتراين جروس ريستريكشن. السمول فور جيستيشنال ايج العيل نزل وزنه اقل من 10 برسنتايل ممكن يكون نورمال وممكن يكون يا ولاد اب نورمال. طب الاي جي ار يا ولاد دائما وابدا ها اب نورمال تمام؟ يقول لك مع التعريف الاي جي ار وده التعريف المطلوب في الكتاب البكري واللي انت مطالب بيه ان ابيليتي اوف ذا فيتس تو اتين اتس جروس بوتنشال. يعني ايه يا شباب؟ تاني معنى كلمه الاي جي ار inability of the fetus to attain its gross potential. يعني ايه يا جماعه معنى كلمه الجروس بوتنشال؟ الجروس المتوقع للعيل دوت لما تبقى امه وزنها محترم واب وزنه محترم متوقع يجيب عيل وزنه محترم ولا لا؟ تمام؟ طب لو العيل نزل وزنه اقل من الوزن المتوقع يا ولاد ده احنا بنسميها ايه؟ اي جو ار. يا ابني انا كنت منتظر انك تيجي اقل من كده شويه، تيجي اكتر من كده شويه، تيجي اكبر من كده شويه، اشمعنى؟ الجروس بوتنشال بتاعك تمام؟ المفروض كان يكون اعلى من كده. الاب كبير والام كبيره، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب هو ده اللي بنسميه جروس بوتنشال. ومعنى كده يا اولاد ان اثناء الانترا يوتراين لايف اثناء ما الولد كان موجود في بطن والدته الفيروسيتي بتاعت الجروس بتاعته كانت كويسه ولا كانت قليله؟ يقول لك ان الفيروسيتي بتاعت الجروس العيل ده كانت حاجه من الاثنين، يا اما كانت قليله او ما كانش فيه جروس خالص فتره من الفترات تمام؟ يبقى انت كده اب نورمال. طب انا اب نورمال ليه؟ في مجموعه اسباب
خلت الجروس بوتنشال بتاع العيل ده يكون قليل. في مجموعه اسباب خلت الريت بتاع الانكريس في الويت بتاع العيل ده وفاه امه قليل. زي ايه؟ زياده اسباب الاي جي ار، هي نفسها اسباب الانترا يوتراين فيتال ديس، هي نفسها اسباب الابورشن يا اولاد. فانا عايز سيادتك تجي لي كده على الاثيولوجي الاسباب الموجوده عندك وتكتب انظر جدول الابورشن. وهرجع لك الابورشن حالا دلوقتي، هرجع لك الجدول بتاعه حالا دلوقتي. فاكرين يا اولاد لما انا كنت بقول لكم ان انا عندي عيل بالمنظر ده كده داخل اليوترس؟ الاسباب اللي هقولها لك دلوقتي حالا هي اسباب الاي جي ار واسباب الانترا يوتراين فيتال ديس واسباب الابورشن. تمام؟ لما جيت قلت لك ان جدول هضرب لك بيه اكتر من موضوع. حد فاكر يا اولاد يعني معنى كلمه ابورشن؟ ان العيل ده نزل قبل الايدج اوف فيتال فايبريتي اللي هو في 20 او 24 او 28 اسبوع مش هنختلف. العيل ده ما كملش معانا يا اولاد. الولد ده عمره اتقصر فينا كده يا شباب في المرحله ديت. ايه هي الاسباب اللي هتخلي العيل عمره يتقصر في المرحله ديت؟ يا اما مشاكل في العيل فيتال فوزس، يا اما مشاكل فين يا اولاد؟ في الام ماتيرنا. وجينا عند المشاكل بتاعه الام قلت لك انا عندي حاجات جنرال وحاجات لوكال على مستوى اليوترس. وبعد كده جيت قلت لك اربع حاجات بحرف الاي. وبعد كده رحت جاي قايل لك ثلاث حاجات اطرس. ايه الكلام ده يا دكتور؟ الناس اللي حضروا معايا ابورشن وهيرجع يتقال تاني في الريفيجن بتاعتنا قبل ما نشرحها للدكتور يا اولاد. كنا عملنا مع بعض الجدول دوت. الاسباب اللي تخلي العيل ما يكملش بطن والدته ايه؟ قلت لك الاسباب اللي تخلي ما يكملش بطن والدته، العيل عمره ما ينزل بدري بدري. لو انا كان عندي عيل بالشكل دوت، مشكلة على مستوى العيل ذات نفسه، صح يا ولاد؟ دي كنا بنسميها مع بعض فيتا ايه يا ولاد؟ فيتا بروسس، مشاكل موجودة على مستوى العيل. أو مشكلة على مستوى الأم، ماتيرنا. وجيت قلت لك الأم ده حاجة من التلاتة. يا إما أضرب اليوترس، يا إما أضرب مين يا ولاد؟ الأم جنرال، يا إما أربع حاجات بحرف الأي. يعني سيادتك المشاكل الماتيرنا اللي هتكون موجودة على مستوى الأم، الكلام ده احنا خدناه في الأبورشن. يا إما مشاكل جنرال يا ولاد. يا إما مشاكل لوكال على مستوى اليوترس. بيبي كراينج كوزس. يا إما أربع مشاكل بحرف الأي. طيب بعد ما ضربت الأم وبعد ما ضربت العيل، إيه هي المشاكل التانية اللي ممكن تعملها في أي جي آر؟ قال لك مشاكل على مستوى حلقات الوصل بين الأم وبين العيل. إيه هي حلقات الوصل بين الأم وبين العيل؟ حضرتك كان في عندنا بلاسنتا. كان في عندنا امبريكال كورد، كان في عندنا ميمبرين. وجيت قلت لك ان الثلاث حلقات دول انا هشيلهم واحط هنا مكانهم يا دكتور كلمه ايه؟ اذرز. طيب ده يا ولاد الجنرال سكيلتون اللي احنا كنا خدناه في درس الابورشن. طبعا مش كل كلمه قلتها في الابورشن هاجي احطها لك هنا، انا هاخد الكلام اللي يمشي معايا. بالعقل كده يا ولاد، معنى كلمه ابورشن ان الولد دوت كمل في بطن والدته ولا نزل بدري بدري؟ نزل بدري بدري. تمام؟ لان في باثولوجي اصفت في عمر العيل. قال لك الباثولوجي دوت لو كان سيفير قوي يا اولاد، ركزوا معايا، الباثولوجي دوت لو كان سيفير قوي يا اولاد هيقصف لنا عمر العيل قبل الاسبوع رقم 24، مش كده يا اولاد؟ اللي هو قبل الايدج اوف فيتال فايبيلتي. طب لو الباثولوجي كان لسه سيفير هيخلي العيل ايه؟ مكمل معايا شويه، بس هيقصف لك عمره، مش بدري قوي في الحمل، متاخر شويه في الحمل، ويعمل حاجه اسمها انترا يوتراين فيتال ديس. الله. يعني يا دكتور اسباب الابورشن هي نازله اسباب مين يا اولاد؟ الانترا يوتراين فيتال ديس. كل ما في الامر المشكله لو كانت سيفير جامد قوي اصفت عمر العيل بدري بدري. طب المشكله لو لسه سيفير، يعني واحده موجوده عندها بري كلامسي، ايوه اسف يا ولد داش لبري كلامسي، واحده موجوده عندها على سبيل المثال هارت فيلير، واحده موجوده عندها دايابيتس، مش من ضمن المشاكل بتاعت الهارت فيلير وبتاعت الرينال فيلير وبتاعت الدايابيتس ان الام يجي لها ابورشن؟ برضه من ضمن المشاكل بتاعت الهارت فيلير وبتاعت الرينال فيلير وبتاعت الان كنترول دايابيتس ان العيل يجيب له ايه يا اولاد؟ انترا يوتراين فيتال ديس. السكر هنا هو السكر هنا بس هنا ان كنترول، هنا تو سام اكستنت كنترول. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى الاسباب اللي ممكن تعمل ابورشن هي نفسها الاسباب اللي ممكن تعمل انترا يوتراين فيتال ديس. اصبت عمر العيل في النص الاولاني من الحمل ولا اصبت عمر العيل في النص يا اولاد الثاني من الحمل؟ وهي نفسها الاسباب اللي ممكن بدل ما تقصف عمر العيل يا اولاد تاثر على النيوتريشن بتاعت مين يا جماعه؟ تاثر على النيوتريشن بتاعت العيل. بالظبط كده. لو انا جيت قلت لحضرتك انا بدل ما خليك تاكل كميه الاكل اللي انت متعود عليها طول اليوم هاكلك ربع رغيف عيش،
يوميا. تأكد لك يا دكتور ربع بيفرش يوميا لمدة سنتين ثلاثة، متوقع الجلوس بتاعك يحصل ايه؟ هيقل وزنك هيبدا ايه؟ يقع. طب ايه رايك بقى يا ابني؟ لو انا لمده سنتين ثلاثه بدل ما اكلك ربع رغيف عيش اكلك ايه؟ لقمه او ثلث رغيف عيش، تمام؟ هو مش نفس الكونش بس لو مش كبير يا ولاد يبقى ساعتها انت مش ممكن وزنك يقل، ده ساعتها تموت فيها. انت الكلام مش ازاي؟ يبقى زيادتك هي نفس المشكله، بس كل ما اعلى درجه السيفيريتي كل ما الاقل بيكون اسوء يا ولاد. يعني الاسباب بتاعت الاي بي ار لو انا قرصت على العيل شويه فيها يا ولاد ممكن بدل ما العيل الجلوس بتاعه المضرب عمره هو اللي كبير، تمام؟ يموت يحصل حاجه اسمها انتراكوان فيتال ديس، قرصت اكتر واكتر عمر العيل هيتقصد بدري اكتر واكتر ويجي ايه يا ولاد؟ ابورشن. انت ليه يا دكتور بتقول الكلام ده؟ علشان حضرتك لما تيجي تذاكر اسباب الابورشن بتروح جاي حاططها كوبي بيست في اسباب الاي بي دي وتاخد منها جزء كبير جدا تحطه لي فين يا دكتور؟ تروح جاي حاططه لي في الاي جي ار. يعني يا ولاد على سبيل المثال في الابورشن جيت قلت لك كان في عندنا مشاكل بنسميها سيستميك ديزيزز. سيستميك ديزيز زي ايه يا ولاد؟ زي امراض البطن اللي سالتك خدتها كلها. على سبيل المثال لو كان في عندنا دايابيتس ولكنه كنترولد ولا ان كنترولد؟ طبعا طبعا ان كنترولد. لان البنت لو كان عندها دايابيتس كنترولد يا ولاد ان كنترولد دايابيتس. البنت لو كان عندها دايابيتس كنترولد يا ولاد بقت زيها زي الست الطبيعيه مش كده؟ طيب اللي فيكم يا جماعه كان حاضر معايا دايابيتس كنت قلت لكم ان انا كان في عندي بريشيلا وايت كلاسيفيكيشن صح؟ وكنت بقول لكم ايه قصه البريشيلا وايت كلاسيفيكيشن؟ ان انا كان في عندي حاجه اسمها اي بي سي دي زائد فرح الانساتين مش كده يا ولاد؟ مش ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله؟ وكنت بقول لك ان ايه؟ ده كان عباره عن جيستيشنال دايابيتس. وقلت لك ان البي والسي والدي السكر جه امتى؟ تمام؟ جه على كبر بعد سن ال 20 ولا من 10 ل 19 سنه ولا اقل من 10 سنين مش كده يا ولاد؟ وقلت لكم كل ما بنزل كده يا شباب كل ما السيفيريتي بتاعت الديز عندي بتزيد تمام؟ طب اف يا ولاد؟ ده دوت معناه ان السكر بدا يعمل فاسكولوباسي ويعمل لك نفروباسي. طب ار ريتانوباسي. طب اتش هارت كاردوميوباسي. طب تي الكيدني انضربت لدرجه ان هي اجبرتنا نعمل ايه يا ولاد؟ ترانسبلانتيشن مش ده الكلام اللي احنا خدناه مع بعض قبل كده؟ وقلت لكم يا ولاد ان الحد الدي تمام؟ المفروض ان انا عندي في الدايابيتس الليفل بتاع السكر عند الام عالي ولا قليل؟ عادي وبالتبعيه هيعلى عند مين يا ولاد؟ العيل. يوم وزن العيل يزيد. يعني يا دكتور المفروض ان الدايابيتس بيعمل في وزن العيل؟ بيبدا يزود وزن العيل، يبدا يعمل لك مايكروسوميا. ازاي سيادتك جاي تكتب لي الدايابيتس في اسباب الاي جي ار؟ قال لك ابتداء من المرحله دي فما تحت بيبدا يحصل ايه يا ولاد؟ فاسكولوباسي. ومعنى كلمه فاسكولوباسي يا دكاتره ان بدل ما تكون عند البلاسينتا بالمنظر ده كده والبلاد فيسلز محترمه بالشكل ده كده وتدي نيوتريشن محترمه للعيل ده بدا يحصل ناروينج على مستوى اليوم بتاع البلاد فيسل. تقوم كميه النيوتريشن رايح العيل يحصل ده يا ولاد تبدا تقل يقوم يحصل اي جي ار. علشان كده السؤال الشائع والاشهر في الدايابيتس يا ولاد يا ابني فالدايابيتس بيعمل اساسا ايه على مستوى العيل وزن العيل مايكروسوميا بيه ينفع يعمل اي جي ار؟ اه امتى؟ لو بدا يكون كومبليكيتد باي فاسكولوباسي ابتداء من المرحله رقم ايه يا ولاد؟ رقم دي. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ اصل دي كان السكر بيجي على صغر اقل من 10 سنين مش كده يا ولاد؟ ويستمر فتره زمنيه اكتر من 20 سنه وغالبا كان بدا يحصل فاسكولوباسي في المرحله ديت. معنى كلمه فاسكولوباسي قلل النيومن قمت قلل النيوتريشن بتاعت مين؟ العيل. يبقى سيادتك هتجي له قدام الانكنترول دايابيتس وتعمل لي كده بين قوسين دي سهم لحد تي صح؟ طب الحاجة الثانية اضرب أي مرض في البطن يطلع صح. لو البنت ديت كان عندها رينال فيلير، لو البنت ديت كان عندها ليفر فيلير، لو البنت ديت يا ولاد كان عندها مرض بري كلامسي. وألفت نظر سيادتك لحاجة مهمة جدا. أنا بتكلم على بورشن يا ولاد، قلت لك أحط بري كلامسي ولا أحط هايبر تنشن؟ هايبر تنشن. إشمعنى؟ الأبورشن بيحصل في النص الأولاني ولا النص الثاني من الحمل؟ النص الأولاني. والبري كلامسي بتحصل في النص الثاني. علشان كده هناك وانا بتكلم على الابورشن لو انت هتراجع معايا من جدول الابورشن ما كنتش بكتب هناك بري كلامسيا كنت بكتب هناك يا دكتوره اسينشال هايبر تنشن لان الهايبر تنشن تمام هو اللي يعمل لك ابورشن لان الابورشن كباثولوجي بيحصل في النص الاولاني البري كلامسيا كباثولوجي بيحصل في النص الثاني. طب سيادتك المره دي حطيت البري كلامسيا ليه؟ لان البري كلامسيا بتحصل في النص الثاني وغالبا العيال هنضرب في النص الثاني من ايه؟ من الحمل. الوزن بتاعه بيتاثر اكتر فتره زمنيه على الاطلاق وزن الولاد بيزيد فيها يا ولاد في الشهر السابع والثامن والتاسع اللي هم اواخر شهور الحمل اللي هي الفتره اللي ينفع يتواجد فيها مين يا ولاد؟ الكانسر. طب يلا كمل كونجستيف هارت فيلير امراض البطن بتاعتك كلها هتمشي معايا هنا يا جماعه تمام؟ طيب المشاكل على مستوى اليوترس يا ولاد مش تعمل لي اي جي ار بس تعمل اساسا بريتيرم ليبر فعشان كده مش هتحطها هنا معايا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يا ولاد لو انا كان عندي بايكر يوترس بالمنظر ده سؤال
هو اللي بينزل عين اليوترس ولا البلاسنتا؟ هل انا يا ولاد قربت ناحيه البلاسنتا؟ اليوترس فيه انوماليز، ومعنى ان اليوترس فيه انوماليز ممكن ما يستحملش يكمل معاك لحد نهايه الشهر التاسع، يوم العيل ينزل بدري بدري. المره دي انا لعبت في وزن العيل يا ولاد؟ لا، انا نزلت لك العيل بدري بدري، فانا عندي مشاكل اليوتراين دي تعمل اساسا بريترم ليبر، فانت سيتك مش هاخدها معايا. تعالى لي بعد كده على الاربع حاجات اللي بحرف المؤكد. يقول لك رقم واحد انفكشن، سواء كانت انفكشن للام او انفكشن لمين يا ولاد؟ للعيل. يعني ممكن تكون انفكشن ماتيرنال، وممكن يا جماعه الانفكشن دي تفكرني بحاجه ثانيه اللي هي الكونجنتال. ايه يا ولاد؟ الكونجنتال انفكشن، ان الولد هو بطن امه فيه انفكشن. لو العيل جاله انفكشن هو بطن امه يا ولاد، الجروس بتاعه بيكون ستريت. طيب الحاجه الثانيه غير انفكشن يا ولاد، اميونولوجيكال، زي ايه؟ زي حالات الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. ايه اللي بيحصل يا دكتور في الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم؟ جهاز المناعه بتاع الام بيبدا يتجنن يا ولاد، ويبدا جهاز المناعه بتاع الام يطلع انتي بودي اجينست السيلف انتيجين. اجينست مين يا جماعه؟ الام. يبقى انا كجهاز مناعه بدات اطلع انتي بودي علشان اضرب في مين يا ولاد؟ في الانتيجين بتاعي انا. يوم يحصل انتيجين انتي بودي كومبلكس على مستوى مين؟ على مستوى البلاد فيسلز اللي بتغذي العيل. لما بيحصل كومبلكس بالمنظر ده كده يا ولاد، بيحصل كومبلكس بالمنظر ده كده يا ولاد، اليومن بدا يحصل له نورمنج ولا لا؟ كميه الدم اللي رايحه عايز بدات تقل، تمام؟ طب منظر بالشكل ده كده اعالجه ازاي؟ هناخد في التريتمنت عشان مش هنطير نفسنا. طيب بعد الانفكشن، بعد الاميونولوجيكال يا ولاد، ياتروجينيك. ياتروجينيك يعني ايه؟ مشكله الام هي اللي سبب فيها او الدكتور هو اللي سبب فيها. على سبيل المثال سبيشال هابتس، على سبيل المثال الراجس اللي فيكم بيراجع معايا من جدول ابورشن يا ولاد، هيكتشف ان الياتروجينيك كنت هناك بحط فيها ثلاث عناوين. كنت بحط هناك في جدول ابورشن سبيشال هابتس، كنت بحط هناك في جدول ابورشن مجموعه دراجز، كنت بحط هناك في جدول ابورشن تروما. لما انا جيت قلت لكم الست لو تعرضت لتروما سواء كانت اكسترنال او انترنال العيل هينزل. السؤال دلوقتي لو الست تعرضت عندي لتروما يا ولاد، واحده وهي ماشيه اتخبطت في بطنها، هل الخطه ديت تاثر على الجروس بتاع العيل؟ هي تعملها بريترم ليبر. علشان كده انا شلت من هناك بند الايه يا ولاد؟ التروما، وحطيت لك الكلام ده بس، تمام؟ الدرس دوت قبل سيادتك ما تذاكره المفروض تقرا بسرعه الايه؟ الابورشن، وتعرف انا شلت من هناك ايه؟ طب يا دكتور سبيشال هابت زي ايه؟ زي السموكينج. لو واحده بتدخن يا ولاد الاكسجين اللي موجود في جسمها يكون قليل، وبالتبعيه الاكسجين اللي رايح عند العيل قليل، فالجروس بتاع العيل ينضرب. طب الحاجه الثانيه، واحده كوكين ادمت، كلكم عارفين الكوكين بيعمل مارك فازو يقوم يقلل كميه الدم اللي رايحه لمين يا ولاد؟ رايحه للبيبي، تمام؟ الاكسس كافيين يا شباب، الستات اللي بيشربوا قهوه كتير وبيشربوا شاي كتير والكلام ده كله، قال لك لو الست فضلت تشرب كافيين بمعدل اكتر من 300 ملي جرام بير داي، اليومين دول عدوا يقول لك 500 ملي جرام بير داي، الكافيين الجامد ده يا شباب ممكن يعمل اوضاع، ممكن يعمل انترا كرانكتال ديس، ممكن ينزل وزن عيل اقل من المتوقع 250 جرام، تمام؟ يبقى سياده الكونديشن هابتس عندنا مش معنى كده ان هي واحده تشرب شاي وقهوه انها ينزل اي جي ار، هو بيقول لك بس بيزود الريسك شويه. يبقى السبيشال هابتس زي ما خدنا هناك سموكينج كوكين والاكسس كافيين. الدرايس هي يا ولاد ان ممكن تبدا تعمل اي جي ار وتبدا تقلل وزن العيل بيتا بلوكر. وانا امتى اقلل اوفر بيتا بلوكر؟ لو كان عندها ضغط عالي، لو كان الام عندها سيروتوكس كرايسس، تمام؟ البيتا بلوكر بتبدا تقلل الجروس بتاع العيل. واخر اي عندي هنا يا ولاد، حد فاكر هناك كانت ايه؟ ايديوباسيك، من عند ربنا، العيل نازل كده قليل كده من عند ربنا. طيب المشاكل اللي هتكون موجوده على مستوى العيل كروموسوم الابنورماليتيز. او ان العيله دكتور يكون فيه كونجينيتال فيتال مال فورميشن. او ان احنا عندنا يا ولاد يكون فيه عندنا مالتي فيتال بريجنسي بس بدا يحصل فيه مشاكل. زي حالات التوين تو توين ترانسفيوجن سندروم، فاكرين الكلام دوت؟ انا عمال اجمع لك الاسباب اللي احنا كنا خدناها قبل كده. طيب تعالى بقى على اذر سيولازم. اذر هيكون في عندي مشاكل موجوده على مستوى الدسم، مشاكل موجوده على مستوى الامبريكال كور. هناك كنت بقول لك ممبرين، هنا مش ينفع اقول لك الممبرين. ليه؟ هناك يا ولاد لما كنت بقول لك رابشر اوف ممبرين كان يعمل لك بريترم ليبر. هل يا ولاد لو حصل رابشر اوف ممبرين للست الحامل هل الجروس بتاع العيل بيتاثر؟ طبعا لا. طيب على مستوى البلاسنتا يا ولاد وعلى مستوى الامبليكال كورد، ايه المشاكل بتاعتنا؟ المفروض يا جماعه ان اللي بيغذي العيل اساسا هو، طب لو كانت البلاسنتا حجمها صغير سمول سايز البلاسنتا يبقى الجروس بتاع العيل اي كلام.
يبقى رقم واحد على مستوى البلاسينتا ان يكون حجمها صغير. طب كان في مشكله يا اولاد كنا خدناها قبل كده في الانوميز بتاعت البلاسينتا، كنت ملاقي ان البلاسينتا يا دكتور داير ما يدور حواليها ايه، حواليها ديجنريشن، كان وايت سترينج اوف ديجنريشن بتاع النيوتريشن اللي رايحه للبيبي. حاجه بنسميها ايه؟ سير كومبليت بلاسينتا. معلش يا دكتور انا هاجي ارسم لك هنا البلاسينتا اتسرق، انا بقول لك اي جي ار معناها ان النيوتريشن والاكسجين اللي رايحين للعيل دول يا اولاد محترمين ولا اي كلام؟ اي كلام. يبقى معنى كده ان انا في عندي مشكله على مستوى البلاسينتا، تمام؟ ادي البلاسينتا امبلايكال كورد، ادي العيل. لو البلاسينتا ديت بدات تبروفايد نيوتريشن محترمه للعيل دوت هيطلع الجلوس بتاعه محترم. طب نيوتريشن تعبانه ليه؟ حجمها صغير. عشان حجمها صغير النيوتريشن بدات يا اولاد تقل. طب ليه؟ في حواليها داير ما يدور حبه ديجنريشن بالمنظر ده كده اللي هي سيركم بالليت بلاسينتا. او الحاجه الاخيره يا اولاد، هي البلاسينتا ديت بتجيب النيوتريشن والاكسجين منين؟ الام. فيقول لك لو البلاد فيسلز اللي موجوده بالمنظر ده كده اللي جايه من عند الام بدا يا اما يحصل فيها فاسكيولوباسي او بدات تتقفل تماما وبدا يحصل فيها ثرومبوزس، يبقى انا متوقع ان الاكسجين والنيوتريشن اللي رايحين للبلاسينتا هيزيدوا ولا هيقلوا؟ وبالتبعيه اللي رايحين العيال هيبداوا يا اولاد يقلوا، تمام؟ يبقى دمت كده يا اولاد اربع مشاكل على مستوى البلاسينتا. واخر مشكله موجوده عندك في كتاب دكتور البكري حاجه اسمها بلاسينتال موزايكيزم. يعني ايه يا دكتور معنى كلمه البلاسينتال موزايكيزم يا دكتور؟ خلي بالك معايا، مش البلاسينتا ديت يا اولاد اثناء الديفلوبمنت كانت عباره عن اوتر سيل ماس، وكان في عندها حاجه اسمها انر سيل ماس. الاوتر سيل ماس كانت بتدي بلاسينتا، الانر سيل ماس كانت بتدي العيل. يعني اقدر اقول لك يا دكتوره ان الكاريوتايب بتاع البلاسينتا والكاريوتايب بتاع العيل واحد ولا مختلفين؟ طيب يا بلاسوسيستنت كان اصلك ايه؟ كان اصل مورجن 16 سيل ستيج، وانت كان اصلك ايه؟ زايجوت. مش كده يا اولاد؟ السبيرم لما عمل فيرتلايزيشن الاوسايت اداك زايجوت، بدات تكاثر تديك مورجن، وبدا يحصل ديفرنشيشن، انر سيل ماس هتدي العيل واوتر سيل ماس هتدي مين يا اولاد؟ البلاسينتا. يعني اقدر اقول لكم يا اولاد ان الكاريوتايب بتاع البلاسينتا المفروض ان يكون هو نفسه الكاريوتايب بتاع مين؟ العيل، لان الاورجن بتاعكم واحد، انتوا الاثنين فيتال ان اورجن، تمام؟ فيقول لك يا دكتوره جينا ناخد عينه من الميه اللي احنا العيل، جينا ناخد عينه من العيل ذات نفسه، والكلام ده يا جماعه في الايه؟ الدايجنوست بتاع كونجنتال افتال مالفورميشن هناخده بكره. اكتشفنا ان العيل دوت يا شباب ديبلويد 46 اكس اكس او اكس واي مش فارقه. جيت اخد عينه من البلاسينتا، المفروض يا اولاد ان نلاقي ان الايه الكاريوتايب اللي هنا هو نفس الكاريوتايب اللي هنا. قال لك لا، لقيتها 69. يبقى معنى كده يا اولاد ان الكاريوتايب بتاع البلاسينتا زيه زي العيله مختلف، بس سميناها بلاسينتا ليه يا شباب؟ موزايكيزم. موزايكيزم يعني ايه؟ مختلف عن البيبي. ايه الاسباب مالكش انت دعوه بيها، تمام؟ بس معنى كده يا شباب ان الديفلوبمنت بتاع البلاسينتا ماشي كويس زيه زي العيله ولا مختلف؟ وغالبا يا اولاد هلاقي العيله كان بدا يتاثر ولا لا، تمام؟ يبقى ده حاجه بنسميها بلاسينتا موزايكيزم، ان عمليه الديفلوبمنت بتاعت البلاسينتا مش مشيت زي ما انا عايز. انت المفروض كبلاسينتا يكون الكاريوتايب بتاعك زيه زي مين يا اولاد؟ زيه زي العيل. معنى ان العيل ماشي كويس المفروض يبقى انت سيانتك زيه. خدت عينه من العيل لقيته 46، انت كده ابن كويس وزي الفل. هاخد عينه من البلاسينتا ومتوقع ان عينه البلاسينتا تبقى كويسه، اكتشفت ان الكاريوتايب بتاعها مختلف عن العيل، يبقى انت مشيت كويس وانت مشيت غلط. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب على مستوى الامبلايكال كورد يا اولاد، لو انا جيت رحت جاي عامل نوت في الامبلايكال كورد، لو عملت عقده في الامبلايكال كورد، مش احنا قلنا مع بعض ان الامبلايكال كورد اثنين ارتريز وواحد فين يا اولاد؟ اليومن بتاعت الفين ماتش مورسون ارزان اليومن بتاع الارض. لو سيادتك لما تيجي تعمل نطف الامبلايكال كورد انت عملت اوبستراكشن على مستوى الفين ده ولا لا؟ لو كانت النط تايت قوي يبقى ما فيش ولا نقطه دم هتوصل للعين، العين ده يموت. طب لو كانت النط مش تايت قوي يا اولاد يبقى انا رحت جاي اعمل ناروينج لليومن فقللت كميه الاكسجين وكميه النيوتريشن اللي رايحه للبيبي، صح؟ يبقى سيادتك هنا ترو نط بس مش هتبقى اي تايت قوي يا اولاد. بالمناسبه الاسباب ديت هي اسباب الاي جي ار، بقولها كمان شويه، تمام؟ طيب يبقى كده دكتور لما نيجي نذاكر مع بعض اسباب الاي جي ار يبقى حضرتك هتعرف ان هي تقريبا نفس اسباب يا اولاد الابورشن، مشاكل في الام ثلاث حاجات ومشاكل في العيل حلقات الوصل بين الام وبين مين يا اولاد؟ وبين العيل. طيب تعالى بقى نتكلم مع بعض على التايبس بتاعت الاي جي ار، والناس اللي هيذاكروا من كتاب دكتور البكري زودوها قريب موجوده في كتاب الاسم بس هتتزود مرارا في كتاب البكري يا اولاد. وسؤال شايفه مهم جدا بالمناسبه، ايه هي انواع الاي جي ار؟ كده احنا خلصنا الديسكشن. لا الناس اللي بيذاكروا المركز ولا هو التايبس بتاعت الاي جي ار يا ولاد. في عندنا يا جماعه نوع بنسميه سيمتريكال اي جي ار، وده بيمثل نسبه 20%.
في نوع بنسميه اسيمتريكال ايجوال. بصوا يا جماعه، يعني معنى كلمه سيمتريكال يعني معنى كلمه اسيمتريكال. سيبكم بس من الكتابه ركزوا معايا تمام. معنى كلمه سيمتريكال يا اولاد، يا محمد ركز يا صاحبي، معنى كلمه سيمتريكال يا اولاد ان الانسلت او الليجن اللي حصل للام ضرب الجروس بتاع البرين وضرب الجروس بتاع مين يا اولاد؟ الجسم. يبقى معنى كده يا شباب ان الانسلت متساوي من فوق وتحت تمام. يبقى معنى كلمه سيمتريكال اي جو ار ان حضرتك يا دكتوره الديفولمنت بتاعت الايه البرين بدات تنضرب والديفولمنت بتاع الجسم بدا ينضرب. يبقى انا ضربت فوق وضربت فين يا اولاد؟ ضربت تحت. طيب معنى كلمه اسيمتريكال ان الجروس بتاع الهيد كويس وزي الفل، المفروض البيبي كان يكون بالمنظر ده كده يا اولاد. قال لك لا، قال لك ده لما حصل انسلت وليشن يا شباب بدا الجروس بتاع الجسم بس هو اللي ينضرب، بقى عند العيل بالشكل ده كده يا جماعه، ولكن الجروس بتاع البرين انضرب ولا ما انضربش؟ ما انضربش. يبقى انا عندي هنا الليشن يا اولاد في المنطقه ديت سيمتريكال، ضربت فوق وضربت تحت ولا اسيمتريكال؟ اسيمتريكال. انت ضربت مين بس يا دكتور؟ انا ضربت الجسم فقط لا غير، ولكن الديفلوبمنت والجروس بتاع البرين ايه يا اولاد؟ محترم. علشان كده لو جينا نسالك اخر السنه نقول لك يا ابني البروجنوزز بتاع مين اوحش، السيمتريكال ولا الاسيمتريكال؟ السيمتريكال اوحش يا اولاد تمام. البروجنوزز بتاع مين احسن؟ الاسيمتريكال. اوعى سيادتك تيجي تقول كلمه سيمتريكال متناسق تبقى ده الاحسن، لا ده انا سيمتريكال فيها يا اولاد في الانسلت، سيمتريكال في الليجن. معنى كلمه سيمتريكال ضربت الديفلوبمنت بتاع البرين وضربت الديفلوبمنت بتاع مين يا جماعه؟ الجسم. طب اسيمتريكال الهيد كويسه زي الفل، امال سيادتك ضربت مين يا دكتور؟ ضربت البرين فقط لا غير. غالبا يا اولاد السيمتريكال الاذاب بتاعته تبقى فيتا كوزس، مشاكل على مستوى العين، عيل عنده كونجنتال فيتال مالفورميشن، عيل عنده كروموسوم الابنورماليتي. الولد ده ما بيفهمش ليه يا دكتور؟ انا كأم وفرت له نيوتريشن محترمه جدا، جبت له اكسجين محترم، جبت له نيوتريشن محترم تمام. يعني الام والبلاسينتا عملوا اللي عليهم. السؤال بقى دلوقتي العيل ده بيفهم ولا ما بيفهمش؟ يا اولاد ما بيفهمش تمام، مش عارف يستغل النيوتريشن، مش عارف يستغل الاكسجين الكويس اللي جاي تمام. وبناء عليه انا متوقع ان السيمتريكال اي جي ار كمشكله يوم ما هتبدا تحصل، هتحصل ابتداء من النص الاولاني من الحمل ولا من النص الثاني؟ من النص الاولاني. العين من اول يوم في الولاده يا دكتور، من اول يوم في الحمل يا دكتور وهو تعبان، تعبان يعني ايه؟ يعني مش عارف ياخد اكسجين كويس، مش عارف ياخد نيوتريشن كويس. الام عملت اللي عليها ووفرت اكسجين ونيوتريشن لمين يا اولاد؟ للعين تمام. على عكس البيبي ده يا اولاد، انا كان عندي بلاسنتا محترمه وزي الفل وادي الماسكولاريتي بتاعتها كويسه وزي الفل والعيل ده كويس ما فيهوش اي مشكله، اما الجروس بتاع العيل فضل محترم وزي الفل ما فيهوش اي مشكله، البرين حصل فيه ديفلوبمنت محترم والجسم ذات نفسه حصل فيه ديفلوبمنت محترم، لحد ما جينا في النص الثاني من الحمل يا شباب بدات اقلل كميه النيوتريشن اللي رايحه للام اللي رايحه للعيل ده. على سبيل المثال الام بدا يجي لها بري كلامسيا، بتحصل في النص الاولاني ولا النص الثاني من الحمل؟ الثاني من الحمل. فبدات كميه النيوتريشن اللي رايحه للعيل تزيد ولا بدات تقل يا اولاد؟ بدات تقل. طيب هل العيل ده فيه مشكله يا جماعه؟ هي المشكله مشكله عيله ولا مشكله ام؟ غالبا هلاقي مشاكل الاسيمتريكال ماتيرنال انكوزس يا اولاد تمام؟ طيب طالما دي مشكله ام يا اولاد يبقى العيل ذات نفسه عيل كويس وبيفهم ولا عيل تعبان؟ عيل كويس وبيفهم، بيفهم يعني ايه؟ لما يلاقي كميه النيوتريشن اللي رايحه له بدات تقل يقول لك انا عندي الديفولمنت بتاع البرين اهم من بقيه جسمي تمام؟ فانا هبدا اعمل حاجه اسمها برين سبيرنج. برين سبيرنج يعني ايه؟ يعني حبه النيوتريشن وحبه الاكسجين وحبه الدم اللي جايين لي هعمل لهم عمليه ري ديستريبيوشن، بدل ما اوزع بالتعادل يا اولاد تمام، او بدل ايه مقسم بالتعادل ما بين الجسم وما بين الهيد، لا انا عايز يحصل ديفلوبمنت هنا محترم على حساب مين يا اولاد؟ على حساب الجسم. يوم الاقي في عندي نورمال برين ديفلوبمنت والاقي الجسم بدا ايه يا اولاد؟ بدا ينضرب. علشان كده يا اولاد لو جيت قلت لكم ان واحد فيهم بيحصل فيه نورولوجيكال دامج مشاكل على مستوى السي ان اس وواحد فيهم كويس، مين اللي بيحصل فيه نورولوجيكال دامج؟ ومين فيهم اللي بيعدي كويس؟ طب لو جيت اقول لكم يا اولاد بالسونار ان انا ببدا اعمل كومباريزون بين حاجه اسمها هيد سيركمفرنس تو ابدومينال سيركمفرنس ريشيو، يعني ايه يا شباب؟ وانا بعمل سونار يا دكتور ببدا اقيس بالسونار الهيد سيركمفرنس وابدا اقيس بالسونار الابدومينال سيركمفرنس تمام؟ لو انا ضربت هنا زي ما ضربت هنا يا اولاد بنفس الليبر وبنفس المقدار اللي اسمها سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ سيمتريكال. يبقى الهيد سيركمفرنس الى الابدومينال سيركمفرنس ريشيو هتختلف؟ طبعا لا. طيب لو انا جيت يا دكتور الديفلوبمنت بتاع البرين بالمنظر ده كده محترم وزي ما هو كويس، بس جيت على يا جماعه الابدومينال سيركمفرنس ضربتها لان مفيش عندي جروس محترم، يبقى ساعتها الهيد سيركمفرنس الى الابدومينال سيركمفرنس ريشيو تختلف ولا ما تختلفش؟ يبقى سيادتك هنا نو تشينج في الهيد سيركمفرنس الى الابدومينال سيركمفرنس. على عكس هنا يا اولاد في ايه؟ تشينج. دكتور
انت اشمعنى يعني خدت بالسونار والتوبر انتر زون؟ اشمعنى خدت الهيد سيركمفرنس واشمعنى خدت اللي هي يا جماعه الابدومنال سيركمفرنس؟ الهيد سيركمفرنس لان انا كده كده بتكلم على الراس صح؟ يبقى لازم استخدم حاجه بتدل على الكروم بتاع الراس الهيد سيركمفرنس. طب الابدومنال سيركمفرنس ما انت عندك جسم العين كله انضرب، ده سؤال شافه يا شباب. اكتر حاجه بتنديكيت الفيتال ويت تمام والفيتال جروس هو الابدومنال سيركمفرنس اكتر من الفيمر لينس حتى. فاهم الكلام ماشي ازاي؟ طيب يبقى الانواع بتاعتنا بتاعت الاي جي ار يا اولاد. في عندنا سيمتريكال على حسب الفهم اللي احنا فهمناه. غالبا الاسباب ماتيرنال ولا فيتال؟ وغالبا المشكله في اول حمل ولا في اخر حمل؟ في اول حمل. والعيل غالبا البروجنوز بتاعه كويس ولا وحش؟ السي ان اس ينضرب ولا ما ينضربش؟ تقوم رحمه ربنا تخلي النسبه بتاعت السيمتريكال عاليه ولا قليله؟ 20% بس. انما الاسيمتريكال يا اولاد المشكله اساسا مشكله عيله ولا مشكله ام؟ ام. ان العيل كان عيل كويس وبيصحى بنيوتريشن محترمه بس الام بدات تقل باصلها. يعني ايه؟ بدات تقلل كميه النيوتريشن رايحه لمين؟ للعيل. طب الحمد لله انا كعيل بفهم هبدا اعمل ريديستريبيوشن هزود كميه الدم اللي رايحه للدرين على حساب بقيه مين يا اولاد؟ الجسم. يوم الديفلوبمنت بتاع الراس يفضل محترم والهيد سيركمفرنس يمشي في النورمال رينج بتاعه على حساب مين؟ ابدومنال سيركمفرنس. معايا ولا مش معايا؟ طيب كده احنا خلصنا اولاد التايبس بتاعه الاي جي ار. تعالى كده نتكلم مع بعض على الكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن. النهارده لغايه بعد ما نخلص باذن الله نشرح مع بعض شوطه بالسكر تمام ونشوف فيديوهات ازاي. مش ساعه كام دلوقتي؟ طيب تمام؟ بس هنبدا 12 بالظبط. نبدا قبل ما طب بصوا يا شباب لما نيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر يا اولاد ركزوا معايا ركزوا معايا. انا دلوقتي بقول لك ان الجروس بتاع العيل محترم ولا اي كلام؟ الجروس بتاع العيل ولا اي كلام؟ متوقع ان الفاندا ليفل ايه؟ يساوي الفاليو اوف الاميلاريا ولا اكتر ولا اقل؟ اقل. الفاندا ليفل اقل من الفاليو اوف الاميلاريا. طب الحاجه الثانيه لو انا جيت يا جماعه ابص على حاجه اسمها فاندا سيمفيزيال هايت انا جت واحده بقى عندها اي جي ار كان عندها بريدكشن سيبه شويه انا رجعت في الانفستيجيشن تمام. معنى كلمه اي جي ار ان الجروس بتاع العيال في فاطمه كويس ولا اي كلام يا ولاد؟ اي كلام. يبقى الفاندا ليفل يكون اقل من البيريد اوف امن ريت. طب الفاندا سيمفيزيال هايت يا جماعه اللي احنا كنا قلنا امبارح بنعمله في الفتره من 20 الى 36 اسبوع هل هي ماشيه نورمال معايا يا ولاد؟ قليل. ارجع افكرك يعني ايه فاندا سيمفيزيال هايت. لو انا كان عندي اليوترس بالمنظر ده كده يا شباب قال لك انا مقيس الفيرتيكال لينس المسافه من الفندس بتاع اليوترس لحد السبسس بيوبس عشان كده سموه يا دكتوره فندل سيمفيزيال هايت. المفروض يا ولاد في الانترفال من 20 الى 36 اسبوع المسافه بالسنتيمتر تساوي عمر العيل بالويكس. بمعنى لو انا جيت اقيس المسافه لقيت على سبيل المثال 30 سم يبقى المفروض العيل ده يكون عمره كام اسبوع؟ 30 اسبوع. قست المسافه لقيتها 24 سم يبقى العيال ده طول وزنه كام عمره كام اسبوع؟ 24 اسبوع. بيقول لو سيادتك لقيت لانج اكتر من او يساوي 2 سم يبقى العيال ده غالبا اي جي ار. بمعنى ايه؟ انا جت لي واحده يا دكتور لو سمحت انا حامل في 30 اسبوع انا حسبت اللاست منسترال بيريود تمام ورحت جاي حاسبه عمر الحمل بتاعي المفروض ان انا بالسونار والمفروض ان انا او مش بالسونار المفروض ان انا بالحسابات بتاعتي ومن اخر دوره عمر العيل عندي 30 اسبوع. يبقى لو انا جت لواحده يا ولاد هي عارفه ان هي حامل في قد ايه؟ انا حامل يا دكتور في 30 اسبوع بالتامل كمان. متوقع لو ديت واحده طبيعيه وجيت اقيس لها المسافه من هنا لهنا يا ولاد تساوي كام سنتي؟ طيب افرض سيادتك بدل ما تلاقي 30 سنتي لقيتها 29 سنتي عادي. لو بدات الاقيها 28 فما اقل يا ولاد ان في لاج اكتر من 2 سنتي عن المتوقع يبقى انت عندك اي جي ار تمام؟ يبقى لو انا جيت احسب بالفندل سيمفيزيال هاي لقيت يا جماعه ان في لاج اكتر من 2 سنتي يعني ايه؟ انت حاسبه لنفسك يا بنتي ومتاكده من حساباتك ان انت 30 اسبوع يبقى انت المفروض يكون المسافه كام؟ 30 سم. لو لقيت المسافه في لاج اكتر منها او يساوي 2 سم ال 30 بقوا 28 فما اقل يبقى انت عندك ايه يا جماعه؟ اي جي ار. طيب ايه الانفستيجيشن اللي احنا بنبدا نعملها يا شباب ونعرف ان البنت ديت عندها اي جي ار ولا لا؟ يقول لك الشطاره يا دكتور مش انك تعرف ان عندها اي جي ار ولا لا، الشطاره تو بريدكت. فلما اجي اتكلم على الانفستيجيشن يا ولاد هتكلم على الانفستيجيشن تو بريدكت الاي جي ار، يا ترى هيبدا يجي لك اي جي ار ولا مش هيبدا يجي لك؟ تمام؟ هي فعليا دلوقتي العيل يا ولاد لسه مش بدا يحصل له اي جي ار. بس انا جاي لواحده يا دكتور انا كل مره بحمل فيها
بجيب عيل وزنه 2 كيلو 2 كيلو ونص 3 كيلو، جيت اعمل للبنت سونار دلوقتي يا اولاد، جيت اعمل للبنت فندل سنفيزيال هاي يا بنتي، انت وزن العيل مناسب لعمره، انت الفندل سنفيزيال هاي مش مع عمر العيل، معنى كده يا دكتور ان انا ليتر اون ان بريجننس مش هيجي لها اي شعور؟ انا ما اعرفش، انا بتكلم عن لحظه. ايه يا اولاد اللحظه الحاليه؟ لان سيادتك ممكن يكون كل مشكله بتحصل لك كان اسمها اسيمتريكال اي شعور، ان النص الاولاني من الحمل يعدي خير ووزن العيل يكون كويس، وتبدا تبان البهدله وتبان المشاكل امتى يا اولاد؟ في النص الثاني من الحمل. طب السؤال هو انا يا دكتور ممكن في النص الثاني من الحمل ممكن يبقى يجي لي اي شعور؟ لا طبعا. انا عامل لك مجموعه انفستيجيشن يا اولاد توبر ليكس. زي ايه يا دكتور انفستيجيشن توبر ليكس؟ هقول لك رقم واحد قبل انفستيجيشن هيستوري، هو انت يا مدام بتدخلني هو انت بتضربني فين؟ هو 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 يبقى الهيستوري اوف اثيوبيا. طيب مش هعتمد عليه قوي، هبدا اعمل الترا ساوند يا اولاد وهبدا ادور على بايوكيميكال ماركرز. ده الموجود عندكم في الكتاب البكري تحت المسمى ايه يا اولاد؟ البريدكشن. تمام، يقول لك عن طريق الالترا ساوند هدور على حاجتين، بايوكيميكال ماركرز هدور على حاجه واحده بس في الالترا ساوند. حد يقدر يقول لي الاسيمتريكال اي جو ار المشكله بتحصل اساسا في النص الاولاني ولا النص الثاني من الحمل؟ واشهر حاجه ممكن تحصل في النص الثاني من الحمل ممكن تخلي العيل عنده اسيمتريكال اي جو ار فانها مين؟ البريك سامس، صح؟ طيب حد فاكر يا اولاد في البريدكشن بتاع البريك سامس الالترا ساوند كنت ببص على ايه؟ على التراين اب. لما انا كنت بقول لهم لو انا كان عندي اليوترس بالمنظر ده كده يا اولاد وانا عندي المين بلاد سبلاي اللي بيمثل نسبه 90% من بلاد سبلاي اللي رايح لليوترس كان هو اليوتراين اب. في النص الثاني من الحمل كان ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ ركز معايا، في النص الثاني من الحمل كان ايه اللي بيحصل؟ يقول لك لو حصل فيلير للسكند ويف اوستروفوبلاستيك انفيجن انا متوقع ان الفاسكولاريتي اللي رايحه للبلاسنتا تبدا تزيد ولا تبدا تقل؟ تبدا تقل. انا متوقع ان اثناء الحمل ان البلاد فيسل تبقى كده يا اولاد ساينوسويدال، صح؟ واللي خلاها ساينوسويدال ان حصل اوستروفوبلاستيك انفيجن. طب لو حصل فيلير للسكند ويف بتاعت اوستروفوبلاستيك انفيجن هل هلاقي حاجه تنخر في الوول بتاعت البلاد فيسل؟ فالولا تبقى واسعه بالمنظر ده كده ولا تبقى ضيقه؟ ضيقه، وساعتها ضغط البنت هيبدا يعلى ولا هينزل؟ هيبدا يعلى. فبيقول لسيادتك اهو بالمنظر ده كده لو تحت واسعه الضغط هينزل، لو فضلت زي ما هي كده فوق يا دكتوره نار اليومن بريفرال ريزيستنس عاليه ضغط عالي، مش كده يا اولاد؟ طيب انا دلوقتي عايز اعرف يا ترى البنت دي هيجي لها بري اكلامسيا ولا لا؟ البنت اللي هيجي لها بري اكلامسيا يا اولاد السكند ويف بتاعت الفلاستيك انفيجن هتحصل ولا مش هتحصل؟ هو ايه اللي كان بيحصل يا شباب للناس اللي مش حضروا معايا بري اكلامسيا ولسه لهم مراجعه تاني؟ لو انا كان عندي اليومن بتاع البلاد فيسل بالمنظر ده كده، ادي الوول، ادي الانتما بتاعت البلاد فيسل، طول ما هي قويه بالمنظر ده كده يا اولاد انا عندي البلاد فيسل كونستريكتد. طيب في عندي تروفوبلاست الصوابع بتاعت العيل اللي بتنخر في الديسيدرم بتعمل تو ويفز في التروفوبلاستيك انفيجن، ادي الفيرست ويف تقرب 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 لحد ما توصل عندها كده يا اولاد، تمام؟ دي الفيرست ويف في التروفوبلاستيك انفيجن وبتحصل غالبا عند الاسبوع رقم 12. طيب من الانترفال من الاسبوع رقم 12 لاسبوع رقم 16 انا كده عملت ايه يا اولاد؟ الفيرست ويف لحد 12، من 12 ل 16 هبدا اعمل السكند ويف، بس لما اعمل السكند ويف هبدا اوصل لمين؟ للوول بتاعه البلاد فيسل، صح؟ ولما نوصل للوول بتاعه البلاد فيسل مش تروفو بلاست لها انفيزيف باور تبدا تنفيد ايه يا اولاد؟ الوول بتاع البلاد فيسل. لما الوول بتاع البلاد فيسل ده يبدا يتاكل 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 الوول تبقى سك ولا سن؟ ولما تبقى سن يا اولاد هتفضل بالمنظر كده ولا تبدا تفتح معايا؟ ولما تفتح معايا البريفرال ريزيستنس زادت ولا قلت؟ يوم الضغط يا اولاد يبدا ينزل، والطبيعي اثناء الحمل ان ضغط الست يبدا ايه يا اولاد؟ يبدا ينزل، تمام؟ طب دكتور لو انا عندي البلاد فيسل بالمنظر ده، هي ركزي معايا يا دكتورتنا، وحصل الفيرست ويف تروفوبلاستيك انفيجن، في الفيرست ويف انا وصلت للرول بتاع البلاد فيسل؟ طبعا لا، انا مستني السكند ويف، لو حصل فيلير وفي سكند ويف تروفوبلاستيك انفيجن اليومن هيفضل ضيق ولا لا؟ البريفرال ريزيستنس تفضل عاليه ولا لا؟ ومين اللي هيبدا يحدد لك الريزيستنس ويحدد لك الضغط والكلام ده كله؟ الدوبلر. فيقول لك يا دكتور لو انا جبت البنت دي وعملت لها دوبلر على مستوى اليوتراين ارتري ممكن ابريدكت ان هيجي لها بري كلانس وتبقى هيجي لها يا اولاد اي جو ار. طيب الحاجه الثانيه يا شباب، قال لك وانت بتعمل الترا ساوند لو لقيت البنت ديت عندها اوكوجينيك باول غالبا غالبا هيكون في اي جو ار. يعني ايه اوكوجينيك باول؟ تمام؟ واحنا بنعمل الترا ساوند يا اولاد بالذات الانومال سكان انا مفصص العيال حته حته، بقدر ابص على البرين، واقدر ابص على السي اس اف لحد البرين، واقدر ابص على الهارت واشوف الهارت فيه ديفكت موجود ولا لا، وانزل تحت كده على الدايفرام، وابدا ابص على الاستومك، وابدا ابص على الليفر، بنفصص البيبي حته حته، واشوف لو في اي مشكله ببدا ديتكت.
وببدا اشوف السمول ايه يا اولاد انتستين. المشكله بتاعتي بقى لو انا لقيت السمول انتستين يا اولاد فيها حتت بيضه بالمنظر ده كده، حاجه بنسميها ايكوجينيك باول، مش معروف سببها ايه، بس قال لك احنا وجدنا غالبا لما بيكون في عندنا ايكوجينيك باول غالبا الجروس بتاع العدد بيكون اي جو ار، ده مجرد اسوشيشن. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب يبقى بالالترا ساوند يا جماعه انا بصيت على الام وبصيت على العين، على مستوى الام عملت دوبلر، على مستوى الاوتراين ارتري، على مستوى العين كان في عندي ماركر يا اولاد حاجه اسمها ايكوجينيك باول، الاقي الباول كده فيها نقط بيضه موجوده بالمنظر ده. لو لقيت عندي ايكوجينيك باول ده انديكيتور ان العيل ده ليه، طب قلنا هيدا يجيله ايه يا جماعه؟ اي جي ار. طيب في عندنا يا جماعه في البايوكيميكال ماركرز حاجه اسمها الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده اتولدنا ناخده ان شاء الله في الدايجنوز بتاع الكونجينيتال فيتال مالفورميشن، ده عباره عن ماركر بيعرف احيان معينه من ضمن الحاجات اللي بيعرف فيها يا اولاد اي جي ار، يعني لو وجدنا الالفا فيتو بروتين ده بيعرف الاي جي ار وبيقل في امراض معينه. بيعرف الاي جي ار، بيعرف لو البنت ديت كان عندها مشاكل على مستوى السي ان اس، مجموعه اسباب، تمام؟ فبيقول لك لو لقيت الالفا فيتو بروتين عالي اكتر من 2.5 ام او ام، ايه الام او ام يا اولاد؟ اللي هي وحده القياس اللي بنقيس بيها هنا، حاجه اسمها مالتيبل اوف ميديان. لو لقيته من اعلى من 2.5 مالتيبل اوف ميديان يا اولاد اكتر من المتوسط من 2.5، يبقى معنى كده ان الالفا فيتو بروتين عالي. واللي بيعلي الالفا فيتو بروتين قبل الانتر اوتران فيتال ديس الاي جي ار، بعض انواع الكونجنتال فيتال مال فورميشن. لو انا كان عندي سي ان اس يا جماعه انوماليز، تمام؟ يعني واحده من ضمن المشاكل اللي هتبدا تزود الالفا فيتو بروتين الاي جي ار. فلو لقيت الالفا فيتو بروتين بدا يعلى يبقى يا بنتي انت غالبا ابنك هيجي له اي جي ار. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ السؤال الولد جاله اي جي ار ولا لسه مش جاله اي جي ار؟ اقول لها يبقى ده في البريدكشن، تمام؟ اقول لها يا مدام لو انت جات ودايجنوز الاي جي ار لازم اعمل لك الترا ساوند، تمام؟ الالترا ساوند يا جماعه هيقول لك وزن العيل المتوقع، وهيقول لك اذا كان وزن العيل ده ماشي مع عمر العيل ولا لا. بمعنى ايه؟ هتيجي لي واحده يا دكتور انا حامل في 30 اسبوع. طب يا بنت المفروض لو انت حامل في 30 اسبوع انا عارف ان وزن العيل المفروض يكون 2 كيلو، جيت عملت لها سونار اكتشفت ان وزن العيل 2.5، يبقى معنى كده يا اولاد وزن العيل بالسونار ماشي مع الوزن المتوقع لعمر العيل دوت؟ لا. طب سؤال مش ضمانك ان الست دي هتعرف معاك بالظبط. ما هي جايز بتقول لك يا دكتور انا حامل في 30 اسبوع وهي حاسبه نفسها يا اولاد، غلط، تمام؟ ما انت جايز يا بنت انت اصلا مش 30 اسبوع، جايز انت 24 اسبوع والوزن الكيلو ونص دوت الطبيعي بتاع 24 اسبوع. انت كل مشكلتك في حالك حسبت نفسك غلط. ما انا اولاد في مشكله زي الاي جي ار مش هقعد اتكلم من بوك الست وخلاص متشكرين. طب انا عايز اكون فير، اقول لها ايه؟ انا مشكلتي يا بنتي في الاي جي ار التعريف بتاعنا ان ابيليتي اوف ذا فيتس تو اتين اتس جروس بوتنشال. يعني ايه؟ يعني الفيلوسيتي بتاعت الجروس بتاعت العين محترمه ولا اي كلام؟ اي كلام، تمام؟ طيب انت سيادتك شرفتيني النهارده وعملت لك سونار وشفت وزن العين، وانا مش هعتمد على الكلام بتاع حضرتك يا ان انت بتقول لي 30 اسبوع المفروض الوزن يكون 2 كيلو والسونار قال لا كيلو ونص، جايز انت حاسبه نفسي غلط. طب انت ناوي تعمل ايه يا دكتور؟ انا ناوي يا اولاد اميجر الفيلوسيتي بتاعت الجروس بتاع العين دوت، يعني بدل ما اعمل لها سونار واحد اعمل لها يا اولاد سيريال الترا ساوند. اجي لك كمان قد ايه يا دكتور؟ في بعض الناس يقول لك عدى عليها كمان اسبوعين، ناس ثانيه يقول لك عدى عليها كمان اربع اسابيع. يعني هعمل البنت ديت بالالترا ساوند يا اولاد سيريال الترا ساوند وذ انترفال اسبوعين وذ انترفال اربع اسابيع. في ناس بيمشوا كده وناس بيمشوا كده. طب الاحسن يا اولاد الانترفال كام اسبوع زي ما كتاب الاسم قال لك؟ اربع اسابيع، تمام؟ اشمعنى؟ علشان يا اولاد اشوف الديفرنس كويس. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك انا هعمل البنت ديت سيريال الترا ساوند، هيقول لك رقم واحد اذا كان البنت ديت عندها اي جي ار ولا لا، رقم اثنين هيقول لك الطيب بتاع الاي جي ار. يا ترى انا سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ تمام؟ ازاي يا اولاد؟ هنبدا نشوف الهيد سيركمفرنس والاتونال سيركمفرنس يا اولاد ريشيو، ويا ترى ماشيين مع بعض ولا مختلفين مع بعض؟ حد يفكرنا الابدومينال سيركمفرنس الى الهيد سيركمفرنس ريشيو هتختلف ولا زي ما هي؟ في السيمتريكال؟ طب في الاسيمتريكال؟ تختلف. يبقى رقم واحد هعمل سونار مش مره واحده سريع يا دكتوره، يا اما انترفال اسبوعين يا انترفال اربع اسابيع، الاحسن والادق الاربع اسابيع، تمام؟ بعد كده سيادتك هيعرفك الطيب بتاع الاي جي ار. طب يا جماعه معنى ان انا عندي اي جي ار ان الجروس بتاع العيل دوت مضروب، ان العيل كويس ولا اندر فيتال ديستريس؟ طيب الفيتال ديستريس اللي العيل موجود فيه دوت هيخليني اولد حالا دلوقتي ولا ممكن استنى شويه؟ على حسب الفيتال ديستريس بدا ياثر على البلد فلو ولا لا؟ يعني رقم اثنين لازم اعمل ايه يا اولاد؟ دوبلر. لو لقيت الدوبلر بدا يتاثر هولد، الدوبلر لسه ما تاثرش هستنى شويه. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يعني ايه تاثر ولا لا؟ هو انت سيادتك يا دكتور عن طريق البلاسنتا بالمنظر ده كده
النيوتريشن رايح لعيل اخبارها ايه؟ في الاي جي ار النيوتريشن اخبارها ايه؟ النيوتريشن وحش يا اولاد. يبقى انا متوقع ان النيوتريشن النهائيه اللي رايحه للعيل دوت كويسه ولا اي كلام؟ اي كلام. السؤال يا ترى النيوتريشن عندك بقى سدير قوي ان هو هياثر على عمر العيل والعيل هيحصل له تراكمات فيتال ديس فانا لازم اولد بسرعه، ولا لسه النيوتريشن لسه ما زاد في البدايه فانا ممكن انتظر؟ هتعرف حاجه زي كده ازاي؟ ابدا بص لي على الدولار بتاع امريكان بيزنس. لو انا يا ولاد ببص على الدولار لقيت المنظر ده كده اكشوال انت عندك يا بنت اي جو ار وزن العيل بدا يتاثر. بس الفكره هل البلاد فلو بدا يتاثر بالديفرنت اورجانز؟ لا. لو صبرت عليها شويه يا ولاد ولقيت المنظر بدا يكون بالشكل ده كده ابسنت اندر ستوريك فلو، يبقى معنى كده ان السيفيريتي بتاعت الليجن بدات تزيد لدرجه ان هي بدل ما بتاثر على وزن العيل بس بدات تاثر على البلاد فلو اللي رايح للديفرنت اورجانز. يا ولاد انا ما عنديش اي مشكله خالص ان كميه الجلوكوز اللي رايح للعيل تكون قليله. يا دكتور هو لو انا واخد كميه جلوكوز محترمه يا ولاد كميه الجلوكوز المحترمه ديت بتروح للليفر بيحولها للجلايكوجين صح؟ يوم حجم الليفر يزيد ولا لا؟ ويزود الابدومنال سيركمفرنس ولا لا؟ ويبقى العيل وزنه محترم. طب يا جماعه لو انا حرمت العيل من الجلوكوز كميه الجلوكوز اللي رايحه للليفر هتزيد ولا هتقل؟ وبالتبعيه كميه الجلايكوجين في الليفر هتزيد ولا هتقل؟ هتبدا تقل. وبالتبعيه كميه يا جماعه الجلوكوز اللي رايحه العضلات واللي رايحه لجميع اجزاء الجسم هتزيد ولا هتقل؟ هتقل. يوم وزن الحياه دي كلها وحجم الحياه دي كلها يزيد ولا يقل؟ يقل. بس لسه ما زال البلاد فلو كويس تمام؟ ولكن لو كان الليجن سفير جدا لدرجه انه بدا ياثر على البلاد فلو ويقلل كميه الدم اللي رايحه للاورجن يا دكتور يبقى انا بتكلم في عيل هيموت. فاهمني الكلام ماشي ازاي؟ يبقى الاي جي ار يا دكتور انا بقلل حجم الديفرنت اورجنز في البدايه من غير ما اقرب ناحيه البلاد فلو بتاعهم تمام؟ وفي مرحله ما مرحله قدام ادفانسد شويه هبدا اثر على البلاد فلو. لو البلاد فلو بدا يتاثر العيال بقت ريسك ولا لا؟ يبقى ساعتها العيال دلوقتي هنزله. انا ليه بقول لك الكلام ده يا دكتوره؟ علشان لو جت لواحده في الشهر السابع يا ولاد بعمل لها الترا ساوند انا متوقع ان العيال في الشهر السابع وزنه كيلو وربع، ده المفروض على فكره وزنه كيلو وربع. لقيت يا دكتوره ان العيال ده وزنه 600 جرام ورحت جاي اعمل لها السيريال الترا ساوند لقيت ان 600 جرام دول بعد اربع اسابيع بقى 650. الفلوسيتي بتاعت الجروس محترمه ولا اي كلام؟ اي كلام. الواد ده عنده اي شعار ولا ما عندوش اي شعار؟ عنده اي شعار. سؤال لا الحقيقه يا بنتي ده انت عندك اي شعار وعايز انزل لك عيل. سؤال عايز تنزله في الشهر الكام؟ السابع. ده انت عايز تجمع لي كارثه الاي شعار والكوميونيكيشن بتاعتها مع كارثه ثانيه اسمها يا ولاد الريتيرن تمام؟ فقول للست ديت لو سمحت انا عايز اعمل لك دولار از لونج از يا دكتوره ان انا بتابع مع البنت ديت الدولار بتاعها كويس يبقى معنى كده ان الفطر اللي رايح للدفرت اورجنز لسه ما انضربش. هفضل اتابع معاكي اتابع معاكي لحد ما اوصل للمنظر ده. وصلت للابسنت ان دايستوليك فلو او الريفرسد ان دايستوليك فلو معنى كده يا ولاد ان عمر العيل بقت ريسك ولا لا؟ يبقى انا فضلت ماشي كونزرفاتيف فتره معينه علشان استفاد من وجود العيل جوه بطنه تمام؟ لحد ما اوصل لمرحله ان الليجن اللي عمل اي جو ار بدا يافكت البلاد فلو ساعتها لا انزل يا ابني. فهمت الكلام ماشي ازاي؟ يبقى انت لازم تعمل دوبلر يا دكتور. ليه؟ علشان اقول للست ديت لو سمحت انا عايز ازق كمان اسبوعين ثلاثه او لو سمحت انا متاسف لازم اقول لك حالا دلوقتي ادخل في الخطوه. مين اللي هيحكمك؟ الدوبلر. معايا ولا مش معايا؟ طيب بعد كده هيقول لك انفستيجيشن في ديتكت الايتيولوجي. اعمل الست ديت يا جماعه نسبه السكر، شوف السكر عندها عالي ولا مش عالي، ابدا يا جماعه شوف الضغط بتاع البنت ديت، ابدا اعمل كاريو تايبنج للعيل، شوف العيل فيه انورز ولا لا، يعني سيادتك انفستيجيشن في ديتكت الايتيولوجي انظر للاسباب. المانجمنت بتاع الاي جي ار يا ولاد هنبدا نعمل ايه؟ في كومبليكيشن. كومبليكيشن ماشي. كومبليكيشن اكتب عليها اهم جدا نظري. تتوقع الكومبليكيشن تضرب اساسا مين؟ الام ولا العيل؟ ها؟ الكومبليكيشن تضرب اساسا مين؟ العيل. عندي يا ولاد ثلاث حاجات بيقلوا. وعندي ثلاث حاجات بيزيدوا. وعندي ثلاث حاجات انا ضربت فيهم الاورجن. الاول ايه الثلاث حاجات اللي بيقولوا يا ولاد؟ النيوتريشن اللي راح العيل ديت عالية ولا قليلة؟ يبقى الجلوكوز في دم العيل هي قليل هايبوجلايسيميا. ودائما وابدا طالما انا عندي هايبوجلايسيميا هيكون في عندي هايبو سيرميا. اكتب لي قدام الهايبو سيرميا شفوي. رقم واحد ليه هايبوجلايسيميا يا ولاد؟ لان احنا اتفقنا ان الجلايكوجين ستورج في الليفر عالي ولا قليل؟ قليل. فهتلاقي ان الجلوكوز قليل هايبوجلايسيميا. الحاجه الثانيه ليه عندنا هايبوثيرميا يا ولاد؟ رقم واحد الجلوكوز قليل، لما الجلوكوز بيقل الحراره بتقل تمام؟ لان المفروض سيادتك المسؤول عن درجه حراره جسمك هو البيزن ميتابوليك ريت. وعلشان يكون عندك بيزن ميتابوليك ريت محترم لازم يكون في عندك نيوتريشن محترم في صوره ايه يا ولاد؟ صوره جلوكوز. السبب الثاني
اللي بيعمل هايبوثيرميا يا اولاد. انا بقول لك ان العيل دوت كل حته في جسمه، كل حته في جسمه يا جماعه الديفلوبمنت بتاعها محترم ولا قليل؟ يبقى انا متوقع ان السبكوتينيوس فات اللي عند العيل دوت اخباره يا اولاد هيكون قليل، فانت سيادتك هيكون في عندك ديكريز على مستوى السبكوتينيوس فات، ده بيعمل هايبوثيرميا. طيب الحاجه الثالثه يا اولاد هايبو كالسيميا، الكالسيوم اللي في جسم العيل ده بيبدا يقل. ليه يا اولاد؟ هو العيل عنده اي جي ار، متوقع ان الاكسجين اللي موجود في جسمه كويس ولا قليل؟ طب الهايبوكسيا يا اولاد تبدا تعمل على مستوى العيل دوت ايروبيك ولا انيروبيك ميتابوليزم؟ والانيروبيك ميتابوليزم تبدا تعمل اسيدوزس ولا لا؟ وجدنا يا اولاد لما بيحصل اسيدوزس الاكتيفيتي بتاعت الباراثايرويد جلاند بتبدا ايه؟ تقل. يوم الباراس هرمون يبدا يقل. الباراس هرمون ده الهرمون الاساسي اللي مسؤول عن السيرم كالسيوم ليفل، تمام؟ فلما عندي يحصل اسيدوزس تبدا الباراثايرويد جلاند تقل، الباراس هرمون يقل، الكالسيوم يقل. طب في ثلاث حاجات بيزيدوا يا اولاد، ارجع اقول لك ثاني في حالات الاي جي ار عندها هايبوكسيا ولا لا؟ خدت انت قبل كده يا اولاد في الفسيولوجي ان الهايبوكسيا بتعمل ايه في الارثيس فورميشن؟ بالظبط بوليسايسيميا. كان بيقول لك الناس اللي على المرتفعات تلاقي الارثيس عندهم عاليه عشان الاكسجين قليل. ومعنى يا دكتوره ان انت عندك بوليسايسيميا ان الارثيس كتيره ولا قليله؟ ولما الارثيس الكتير تبدا تتكسر 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 تطلع البلوروبين الموجود جواها ولا لا؟ ويبدا يحصل عندنا يا اولاد هايبر بلوروبينيميا. طيب الحاجه الثالثه يا شباب، واضح ان انا في حاله لايجو ار، واضح ان انا في حاله لايجو ار، انا ببني جسم ولا بكسر جسم؟ بكسر جسم. يوم الفوسفيت اللي موجود جوه الخلايا يا جماعه يبدا يطلع والاقي البنت ديت موجود عندها او الكتله الموجوده ديت موجود عندها هايبر فوسفاتيميا، تمام؟ طيب في عندي ثلاث حاجات بندرهم يا جماعه. لو انا كان عندي سيمتريكال لايجو ار السي ان اس سندروم ولا لا؟ فالاقي ان العيال دوت عنده نورولوجيكال بروبلمز، مشاكل نورولوجيكال، تمام؟ طيب الحاجه اللي بعد كده يا شباب، العيل دوت يا جماعه لما يجي ينزل هل هيعرف ياخد نفسه كويس؟ انا بقول لك ان العيل قضى في بطن امه 9 شهور في حاله هايبوكسيا، تمام؟ وخلاص اتعود على الهايبوكسيا وفضل ماشي على الهايبوكسيا، فيقول لك ممكن بعد عمليه الولاده الاقي عندي ريزيستنس للانتراكراين كونديشن، تمام؟ فلاقي ان العيل دوت موجود عنده يا ولاد هايبوكسيا واسفيكسيا نيوناتورم. العيل لازم مش عارف ياخد نفسه. وممكن في بعض الاحيان يا ولاد يحصل حاجه اسمها ميكونيوم اسبيريشن سندروم. يعني ايه معنى كلمه ممكن اسبيريشن سندروم يا اولاد؟ ان سيادتك العيال ده لما بيحصل عنده هايبوكسيا الانال سفنكتر هيفضل مقفول ولا هيحصل فيه ريلاكسيشن؟ يوم كل الميكونيوم اللي موجود في بطن العيل دوت ينزل في الامنيتك فلويد ولا لا؟ يروح جاي العيل ايه؟ باث ليجر، تمام؟ دي المشاكل الاساسيه اللي بتحصل على مستوى العيل. على مستوى الام يقول لك كومبليكيشن اوف ذا ايثيولوجي، واحده موجوده عندها دايبيتس وان كنترول يا اولاد السكر اللي مش متظبط دوت تعملها مش السكر، تمام؟ المانجمنت كلمتين ورد غطاهم. العيل ده يا ولاد النيوتريشن اللي رايحه له عاليه ولا قليله؟ هي ركز معايا عاليه ولا قليله؟ قليله. فيقول لك طب ما احنا ممكن نحاول نزود النيوتريشن اللي رايحه للعيال ده يا دكتور، ازاي؟ زود سيوله الدم. في بعض الناس يا ولاد كانوا بيدوا لودوز اسبرين. اللودوز اسبرين زي ما انتم عارفين بيمنع الثرومبوزس، تمام؟ يقول لك لما بدي لودوز اسبرين هزود كميه الدم اللي رايحه للبيبي او ازود الايه؟ النيوتريشن. كلام كونتروفيرسي يا ولاد، يعني الكلام مش صح 100% ولا غلط 100%، تمام؟ هو الراجل جه قال لك ايه؟ مش انت يا ابني مشكلتك في الحياه ان انت عندك كميه الدم اللي رايحه للبلاسنتا بدات تقل، تمام؟ اهو كميه الدم بدات كميه الدم بدات تقل. قال لك لو انا اديت البنت ديت لودوز اسبرين بجرعه 75 ملي جرام او 81 ملي جرام مش ده ممكن يزود سيوله الدم ويزود كميه الدم اللي رايحه للبيبي؟ بعض الناس قال لك اه، بعض الناس قال لك هاز نوبالي كونتروفيرسي. طب الحاجه الثانيه عالج السبب يا بنت، انت لو كان عندك دايابيتس ان كنترول حاول كنترول الدايابيتس، حاول تو مانج البري اكلامس، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب حاولت يا ولاد اعالج السبب وحاولت اعمل بروفلاكتيك ميجرز وحاولت ادي الام ديت نوتريشن كويسه، يا مدام انت الغذاء بتاعك وحش وبناء على الغذاء بتاع العيل وحش كل كويس واشربه كويس وخدي له دوز اسبرين ونعالج المشاكل الموجوده عندنا. الكلام ده كله يا ولاد جاب نتيجه فضلا يزيد، ما جابش نتيجه يا ولاد يبقى سيادتك انا هضطر اعمل ترمينيشن اوف بريجنس. السؤال لو انا عندي اي جوار يا ولاد دي مشكله كبيره ولا مش مشكله كبيره؟ السقف بتاعي هيفضل عالي ولا هينزل شويه؟ يعني انا المفروض لو هعمل ترمينيشن اوف بريجنس واحده عاديه في الشهر التاسع على 39 اسبوع 38 اسبوع. انما يا ولاد لو انا عندي اي مشكله سيفير زي حاله الابرامشو بلاسنتا زي حاله السيفير بري كلامسيا السقف بتاعي بدل ما انا 37 42 اسبوع بينزل لحد الاسبوع رقم كام؟ حد فاكر؟ 34 اسبوع، تمام؟ عند الاسبوع رقم 34 عند الاسبوع رقم 34 لو الست هي ركز مع بعض لو الست وصلت معايا الاسبوع 34 هعمل ترمينيشن. طب لو قبل الاسبوع رقم 34 كونزرفتيف مانجمنت لحد ما الدولار يبدا يتاثر هعمل
ترمينيشن حتى لو قعدت 34 اسبوع. يبقى لو انا جت واحده عندها اي جي ار يا اولاد، اقول للست ديت ايه؟ لو سمحت يا مدام انا عايز ازقك لحد الاسبوع رقم كام؟ 34. وصلت لحد الاسبوع رقم 34 انزل عيل. طب لو كانت لسه مش وصلت الاسبوع رقم 34 يا اولاد اعمل دوبلر. هزلونج ازن الدوبلر كويس، هزلونج ازن الدوبلر كويس تكمل معاك. بدا الدوبلر يتاثر حتى لو مش وصلت 34 اسبوع هعمل ترمينيشن. بس قبلها امن نفسك انك تدي ايه اللانج يا اولاد؟ انترا ترانكتال ديس هو زي الاي جي ار، بتلف حاجه واحده بس الالترا ساوند كراكتيريا. نعم بص يا دكتور كده معايا بسرعه لو سمحت. لو انا عندي امر العيل بالمنظر ده دكتور وادي الاسبوع رقم 24، لو العيل مات قبل الاسبوع رقم 24 بنسميها نسبه ابورشن. لو العيل مات هي بسرعه لو سمحت، لو العيل مات بعد الاسبوع رقم 24 انترا ترانك تدس، يبقى سيادتك حصل فيها ديمايس. العيل مات بعد الاسبوع رقم 24، قبل كده ابورشن بعد كده ايفن. ده الديفينيشن. اتيولوجيا يا ولاد، انظر الاي جي ار اللي احنا ضيعنا فيها وقت كبير. اتيولوجيا الاي جي ار. طب الكلينيكال بيكشر للست ديت تشتكي من نفسها. تمام؟ في الكلينيكال بيكشر يا ولاد، الواد ده مات. فاكرين الكلينيكال بيكشر بتاعت المسد ابورشن؟ سيادتك كده انظر المسد ابورشن. اللي هي عباره عن ايه؟ الاي جي ار المكتوب عندكم في كتاب الاسم تحت مسمى ستيل بيرس. نعم. انا بتكلم عن انتر فاكتس تعريفه العيل مات بعد الاسبوع رقم 24. الدرس ده يا ولاد خيبان، انت سيادتك مش هذاكر في الدرس ده غير حاجه واحده بس الالترا ساوند كراكتيريا. الديفينيشن مات بعد الاسبوع رقم كام؟ 24. اسباب الاي جي ار هي نفسها اسباب الاي في دي بس الباثولوجي مور سيفير. الكلينيكال بيكشر يا جماعه هي زيها زي المستر مشرف، زيها زي المستر مشرف اللي هي كانت عباره عن ايه؟ ركز معايا. كان في عندنا دكتور سيمبتومز وكان في عندنا ساينس. سيمبتومز يا ولاد قلت لكم ايام المسد ابورشن عندي سيسيشن لحاجتين وعندي ديستشارج بحاجتين. لو العيل مات يا ولاد الست هتفضل تحس بلعب العيل؟ يبقى سيسيشن وفي تنوم. يا دكتور الواد كان بيلعب وبطل لعب. لو العيل مات يا ولاد هيفضل ينمو ولا خلاص مات كده متشكرين؟ متشكرين. الست يا جماعه تيجي ايه بعدها باسبوع او اسبوعين او 10 ايام، يا دكتور انا بقالي حوالي اسبوع، بقالي 10 ايام ما بحسش بلعب العيل. خلال فتره ال 10 ايام اللي فاتوا دول يا ولاد، الواد اللي مات مش وزنه زي ما هو ثابت يا شباب؟ يبقى ساعتها يا جماعه الاقي الفاندر ليفل بيساوي البيري الفاميليريا ولا اكتر ولا اقل؟ اقل. العيل مات يا دكتوره في الاسبوع رقم 24، تمام؟ الست بعدها باسبوعين اكتشفت ان ابنها ايه يا جماعه؟ بقاله اسبوعين ما بيلعبش. يعني المفروض ان عمر الحمل بتاعها 26 اسبوع، بس العيل كمل معاها 26 اسبوع ولا العيل مات عند الاسبوع رقم 24؟ تمام؟ الست جات لك في الاسبوع رقم 26 رقم 28، الواد كان ميت قبل كده يا ولاد، يبقى الفاندر ليفل ماشي مع البيريود اوف امينوريا ولا اقل؟ يبقى سيادتك عندك هنا الفاندر ليفل اقل من البيريود اوف امينوريا. الحاجه الثانيه الولد دوت لو مات يا جماعه وفضل في بطن والدته فتره زمنيه تقترب من اربع اسابيع، حوالي شهر تقريبا، تمام؟ معنى كده ان البلاسينتا بتاعت العيل وجسم العيل ذات نفسه هيبدا يحصل فيهم سم سورت اوف ديجنريشن ولا لا؟ ولما يحصل ديجنريشن على مستوى البلاسينتا يا جماعه هينزل على البنت ديت براون ديستشارج، افرازات بني بتبدا تنزل عليه. جاي منين يا دكتور البراون ديستشارج دوت؟ جاي من الاوتوريسيس بتاع مين يا اولاد؟ البلاسينتا، تمام؟ طيب الديستشارج الثاني هلاقي ان البنت ديت بدا يجي لها ميل بريست ديستشارج. كلنا عارفين يا جماعه ان اثناء فتره الحمل المفروض ان البريست بينزل ميلك؟ لا. امتى يا جماعه الميلك بيبدا ينزل؟ بينزل بعد عمليه الولاده. بينزل بعد عمليه الترمينيشن اوف البريجنس. ليه يا ولاد؟ كنت انا قلت لكم وده سؤال شايفه على فكره مهم جدا. كنت انا قلت لكم يا جماعه ان البلاسنتا اثناء الحمل بتطلع مجموعه هرمونات. من ضمن الهرمونات اللي البلاسنتا بتطلعها هرمون الاستروجين. الاستروجين ده كان هرمون يا ولاد. كان يطلع جري على البيتيوتري جلاند. يقول لها لو سمحت طلع لي البرولاكتين، انا عايز اطلع لي البرولاكتين بكميات يا ولاد، عايز اطلع لي البرولاكتين بكميات عاليه. تمام؟ يقوم الليفل بتاع البرولاكتين يبدا يزيد يزيد يزيد.
ويطلع جري على مين عشان يشتغل يا ولاد؟ على البريست. انا دلوقتي اثناء الحمل ادي العيل موجود اهو يا شباب. هل لو البرولاكتين اشتغل على البريست انا استفاد من الملك اللي بيطلع ده في حاجه؟ انا يا بنت عايز اعمل عمليه بريبريشن للبريست عشان بعد عمليه الولاده العيل ده كميه نوتريشن محترمه. يمكن حاجه طارئه. نعم. سوري. لا انا هقول لك اي حاجه انت هتلاقي الايه التليفونات اللذيذه يعني تمام؟ يا دكتور اه بالظبط كده. العلاج اللي انا كنت ماشي عليه اكمل عليه اثناء الايه؟ اكمل عليه اثناء الحمل اثناء رمضان ازاي؟ انا كنت باخد حبايه بعد الفطار وحبايه بعد العشاء في رمضان اخدها ازاي؟ مواعيد الفطار. انا مش محتاجه ذكاء تمام؟ الاقي واحده رنت عليا بعد الفطار. واحده بترن عليا بعد الفطار تمام؟ لقيت زوجتي هي اللي ردت عليها. طب الدكتور مش فاضي دلوقتي ابلغه ايه؟ قولي له انا ينفع اصوم ولا ما ينفعش اصوم؟ احنا بعد الفطار فعليا احنا اوريدي بعد الفطار المفروض السؤال ده كان سائل انت قبل رمضان بيوم مش تيجي بعد الفطار تيجي تسال هتلاقي اسئله مستفزه كتير جدا يعني لا والله البرولاكتين ده يا ولاد لما يطلع يروح يشتغل على البريست يا شباب تمام؟ هل انا محتاج الملك يطلع دلوقتي؟ لا فيقول لك يا دكتور هو نفسه الاستروجين اللي زود البرولاكتين يا ولاد هو نفسه الاستروجين اللي زود البرولاكتين يطلع جري يقفل لك الريسبتور بتاعت مين؟ بتاعت البرولاكتين تمام؟ طيب بعد عمليه الولاده الولد نزل والبلاسنتا نزلت ما عادش عندي استروجين يوم البلوكج اللي كان عامله على الريسبتور يبدا يختفي يوم يا جماعه البرولاكتين يشتغل وينزل ملك يمشي. طب الكلام ده راجع عليا يا جماعه على ان انا عندي عيل مات في بطن امه الوقت لما يموت يا ولاد هل البلاسنتا لسه شغاله ولا هي كمان خلاص متشكلين؟ متشكلين. ولما العيل يموت والبلاسنتا تبطل تشتغل هل الاستروجين هيطلع ولا خلاص؟ يا جماعه البلوكج على الريسبتور يختفي والبرولاكتين طلع عمال يطلع 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 يا جماعه يبدا ايه؟ ينزل تمام؟ يبدا يشتغل على البريست ويبدا ينزل منه. بالمناسبه يا البنت ديت لو ما رضعتش لو ما رضعتش تمام؟ هيبدا الملك يتخزن من هير بريست يبدا يحصل بريست انجورجمنت وتبدا تشتكي من الالم جامد جدا. علشان كده بقول لك في المانجمنت لما اتكلم عنها كمان شويه المفروض لو العيل دوت مات وانا رحت جاي انزل العيل دوت لازم ادي الام ديت ادويه توقف مني يا ولاد البرولاكتين هذا اللي هيجيبها بريست انجورجمنت يا ولاد فاهمين في الكلام ماشي ازاي؟ ولازم نيجي نقول لها تستخدمي كمادات ميه ساقعه وبايك برا والكلام ده كله ليه؟ لان سيادتك بعد عمليه الولاده او بعد وفاه البيبي هينزل ملك الملك دوت لو مش لاقي عيل قاعد عمال ياخد منه يا شباب هيبدا يعمل بريست انجورجمنت ويعمل البنت دي مشاكل هنجي له في بس دلوقتي احنا عرفنا ان البنت بيحصل لها سيسيشن لحاجتين وبتتشارج ليها ولاد لحاجتين لو انا جيت ابص في الساينس اتفقنا هعمل كومنت على اليوترس وهعمل كومنت على مين يا ولاد؟ على اليوترس على مستوى اليوترس خلاص عرفنا الفاندل ليفل اقل من البيرد فاندل على مستوى الفيتاس يا ولاد الفيتال هارت ساوندز اسمعها ولا ما اسمعهاش؟ متشكرين تمام مش هسمع فيتال هارت ساوندز وبدل ما احس فيتال بارتس واضحه كده يا شباب ويكون في عندي تون تمام هحس الدنيا كلها صوت ده العيال ما عادش في ايه؟ تون موجوده في الصوت. طيب لو انا جيت اعمل انفستيجيشن ايه هي الانفستيجيشن اللي انا هبدا اعملها؟ رقم واحد انفستيجيشن تكونفيرم ان العيال ده مات وبعد ما اتاكد ان العيال ده فعليا مات يا ولاد هبدا ادور على الاسباب اللي موتته يعني السيادة في رقم واحد انفستيجيشن تو سيرتيفاي فيتال ديس وطبعا هنعمل الترا ساوند الالترا ساوند الكوارتيريا يا ولاد اللي اشوفها هي يعني نفسها حتى اشوفها بالاكس راي لان في بعض الخطوط تحتاج اكس راي كمان رقم واحد بالالترا ساوند اشوف الكارديك بالسيشن ولا ابسنت ابسنت ودي بس الالترا ساوند اللي جابها الاكس راي طبعا مش هتشوف هارت شغال يعني ابسنت كارديك بالسيشن الحاجه الثانيه يا ولاد العيال دلوقتي لما يبدا يموت هل البلط هيفضل ماشي يا جماعه ولا هيبدا يقف؟ هيبدا يقف كلنا عارفين يا جماعه ان الدم بتاعنا تمام 20% اكسجين تمام مايك ان هو طالما الدم في حاله سائله عمال يتحرك 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 بيفضل الغاز دايب في الدم بتاعنا تمام طب لو الدم وقف يا ولاد هتفضل غازات دايبه ولا تبدا تعمل اير بابلز فانت سيادتك هتبدا تشوف اير بابلز الاير بابلز ديت هتكون موجوده على مستوى مين يا ولاد على مستوى الجريت بلاد فيسلز وعلى مستوى الهارت تمام لان سيادتك الدم بطل يمشي وبالتالي الغازات اللي كانت سايله فيها دكتوره هتبدا تجمع لك اير بابلز. الراجل اللي شاف الساينز ديت سماه باسمه، كان اسمه روبرت. واللي بيذاكر مكتب الدكتور البكري يزود الساين ديت، كتب الاسم كاتبنا البكري لا. روبرت ساين يا ولاد، تمام؟ وبالمناسبه دي تعتبر الايرليست ساين اوف انترلوتران فيتال ديس. يعني حضرتك لو العيل مات خلال 12 ساعه خلال 12 ساعه من الوفاه يا ولاد بتبدا تبان مين عندنا؟ الاير بابلز زي ده، تمام؟ على مستوى الجريت بلاد فيسلز وعلى مستوى الهارت، ده عباره عن ايه؟
ده عباره عن الغازات اللي كانت سايله في دم العيل، تمام؟ بس مجرد ما دم العيل بدا يوقف يا شباب هتبدا الغازات تعمل لك اير بابلز، ودي بتظهر خلال 12 ساعه. طب لو الولاد فضل ميت في بطن امه يا ولاد فتره تقترب من اسبوع، تمام؟ مش البرين يا ولاد هيبدا يحصل له الكوفاكشن. خلي بالك معايا، العيل ممكن يموت ويفضل ميت في بطن والدته شهر بحاله وامه مش حاسه بيه، تمام؟ لو انا كان عندي البرين بالمنظر ده كده يا ولاد، البرين بالشكل ده كده يا شباب، لو انا قلت لك خلال اسبوع بدا يحصل دامج على مستوى البرين وبدا يحصل ليكويفاكشن على مستوى البرين، تمام؟ يعني ايه ليكويفاكشن يا ولاد؟ يعني الاقي البرين دوت بدا يتحول لحاجه ايه؟ سايله، كان البرين مش موجود. السؤال دلوقتي، في حاجه يا ولاد هتخلي البولت بتاعت السكال سيبريتد عن بعض كده ولا يحصل لهم اوفر رايدنج؟ هبدا الاقي في عندي كده يا ولاد اوفر رايدنج على مستوى البولت بتاع السكال بالشكل ده كده بالمنظر ده كده، تمام؟ ليه؟ لان كان في عندي هنا بالونه نفخات اللي هو البرين، انا هنا متشكل ماشي اللي عندي لا بالونه ولا احزانه، فلان البولت اللي كانت سيبريتد عن بعض كده يا ولاد بدات اوفر رايد ان شاء الله. الراجل اللي شاف الساين ده سماها باسمه سبولدنج ساين، اللي هي عباره عن اوفر رايدنج اوف بولت اوف ذا سكال. طيب الحاجه يا جماعه الثالثه، العيال ده لما بيموت هلاقي في عنده توم محترمه في جسمه. كلنا عارفين يا ولاد ان العيال بيكون واخد وضعيه الكومبليت انفكشن اتيتيود، تمام؟ بالمنظر ده كده، بس انا بالشكل ده كده يا ولاد لسه ما زال في توم موجوده في جسمي ولا لا؟ هو معنى كلمه كومبليت انفكشن اتيتيود يعني ايه؟ عندي توم على مستوى الفليكسرز وعندي توم على مستوى الاكستنسرز، تمام؟ والعيال يروح يعمل اكستنشن ويرجع تاني يقول لك لا انا هرجع لوضعيه الفليكشن، اشمعنى؟ اصل انا اكتشفت ان طولي 50 واليوترس 35 فلازم اخد الوضعيه ديت. يعني العيل يا جماعه واخد الوضعيه ديت علشان يريح نفسه، مش كده يا ولاد؟ وبالتالي طالما واخد الوضعيه ديت في توم موجوده في جسمه ولا لا؟ طب يا جماعه لو العيل ده مات التوم اتشالت ولا لا يا شباب؟ ما اتشالتش، مش عارف بالمنظر ده كده، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك بدل ما الاقي العيل بالشكل ده كده يا دكتوره، بدل ما الاقي العيل بالشكل ده كده في توم موجوده في جسمي، سحبت التوم يا ولاد، ما عادش في توم موجوده في جسمي خالص، الاقي العيل بالمنظر ده كده، مش كده يا ولاد؟ الاقي ان السباين خدت وضعيه الهايبر فليكشن اتيتيود، وسيادتك لو انا بالمنظر ده كده السباين كيرفت، مش كده يا ولاد؟ واخده سي شيب. طب لو انا ما عنديش تون يا شباب، انا بالمنظر ده كده واحد ايه مسندني ماشي كده 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 واخد وضعيه يا شباب ريفليكشن، في تون موجوده في جسمي ولا لا؟ طب لو ما فيش تون موجوده في جسمي خالص يا ولاد، بدل ما الاقي نفسي كده الاقي نفسي ايه وقعت بالمنظر ده كده، تمام؟ يبقى سيادتك ده اتيتيود بنسميه هايبر ريفليكشن اتيتيود على مستوى ايه يا ولاد؟ على مستوى السباين. هايبر ريفليكشن اتيتيود، الكلام ده كله بالالترا ساوند يا ولاد. بالاكس راي حط الكلام ده كله بس شيله منه اول كلمه ابسنت كارديك بالسيشن، ان هجيب البنت ديت واعمل لها دكتوره اكس راي هلاقي في عندي اير بابلز، هلاقي في عندي سبولدنج ساين، هلاقي في عندي رايبر ريفليكشن اتيتيود، انما الاكس راي يا دكتور مش هيقدر يديتكت الكارديك بالسيشن، تمام؟ طيب المجموعه الثانيه من الانفستيجيشن تو ديتكت الايتيولوجي، عندك سكر، عندك ضغط، عندك اللي عندك، تمام؟ هاو تو مانج. لو انا جيت لواحده ولاد ابنها ميت في بطنها، تتوقعوا ان انا اكمل معاها ولا اعمل ترمينيشن؟ في ايام زمان كان في مدرسه بتقول لك كونسرفاتيف مانجمنت، يعني يا دكتور؟ سيب العيل ميت في بطن امه لمده 4 اسابيع، غالبا غالبا اليوترس هيطرد العيل دوت، يعني العيل لما يموت في بطن امه يا ولاد اليوترس تلاقي فيه حاجه ايه ميته جواه، حاجه تبدا تعفن، يبدا اليوترس يعمل كونتراكشن ويطرد العيل. بس احنا مش بنستنى اكتر من 4 اسابيع، يعني 4 اسابيع ونزل نزل ما نزلش خلاص انت هتبدا تعمل ترمينيشن. طبعا ده كلام متخلف يا ولاد، يعني انت مش تيجي تقنعني ان واحده هيكون ابنها ميت في بطنها وهي عارفه ان ابنها ميت في بطنها واقول لها يا بنتي خليه ميت في بطنك شهر بحاله، تمام؟ اذا ربما ممكن اليوترس يعمل كونتراكشن والعيل ينزل. طب يا دكتور لو ما نزلش بعد شهر ابقى انزله لك، طب ما تنزل دلوقتي ويخلص، تمام؟ هو انت خلال الشهر ده يا دكتور ايه اللي ممكن يحصل لي وانا سليمه وزي الفل؟ اقول لها والله انت ممكن يحصل لك انفكشن وممكن العيل دوت اللي جسمه عمال يتكسر يا ولاد، مثلا العيل عمال يحصل له اوتوليسيس وهو بطنه، تمام؟ البلاسينتا اهي قاعد عمال يحصل لها اوتوليسيس والعيل قاعد عمال يحصل له اوتوليسيس يا ولاد، مش عمال يا جماعه يطلع من العيل دوت تشو ثرومبوبلاستين يعمل اكتيفيشن كاجريشن فاكتور يعمل دي اي سي. فانا هقول للست ديت خلي بالك معايا، انت عندك عيل ميت في بطنك ممكن نسيبه شهر بحاله، تمام؟ نزل ما نزلش ابدا انزلك، وخلال الشهر ده خلي بالك معايا احتمال يجي لك انفكشن واحتمال يجي لك نزيف وتموتي، تمام؟ ده كلام منطقي. يبقى هنعمل اكتف ايه يا ولاد؟ مانجمنت، هننزل احنا العيل مش هستنى الايه الشهر دوت، تمام؟ طيب لو هتنزل العيل هتنزله ازاي؟ غالبا يا ولاد عشان ديليفري ولا سيزيريان سيكشن؟ لا صلاه تفتحي بطن الست على العيل ميت سيزيريان سيكشن ليه؟ قولي غالبا لو انزل العيل دوت
وجن يومته خراب ديار. يعني انت عندك عين ميت هشق بطنك يا مدام، تمام؟ انا مش بعمل سيزيريان سيكشن الا اذا كان انديكيتد يا اولاد. يعني واحده ودت 4-5 مرات في قيصري قبل كده وعندها سكار ضعيف، ينفع اخليها تولد فاجينا دليفري؟ الجرح هيبقى. لو واحد عندها اكستريم ديجري اوف كيفالو بيلفيك ديس بروبورشن، تمام، العيل عمره ما هينزل ومستراكتد ليبر. انما القاعده العامه عندي طالما ما عنديش سوليد انديكيشن للسيزيريان سيكشن، القاعده العامه عندي يا اولاد طالما العيل مات انا خايف من ايه؟ فاجينا دليفري، تمام. احنا كدكاتره بنسعى طريقه الحاجه الوحيده اللي بتقلقنا من فاجينا دليفري ان يحصل فيتال ديستريس، تمام، ان يحصل شولدر ديستوكي. يا عم العيل اصلا ميت، فيتال ديستريس ايه؟ شولدر ديستوكي ده انا ممكن اقطعه لك قطيه واطلعه لك حتت، فاهم الكلام ماشي ازاي؟ فاحنا عندنا يا جماعه الاساس هنا فاجينا دليفري. طيب في الفاجينا دليفري يا اولاد يقول لك انا ممكن اعمل البنت ديت اندكشن اوكسيتوسن او بروستاجلاندين عشان اليوترس ده يبدا يعمل يوتراين كونتراكشن ينزل العيل. اثناء الفيرست ستيج يا اولاد الابر يوتراين سيجمنت اكتف، تشد على اللور يوتراين سيجمنت تفتح السيرفكس. لما السيرفكس يتفتح ركز معايا في الحته ديت، اجي اعمل للبنت بي في الاقي فيه قدام الممبرين ولا لا؟ احنا يا اولاد عمليه الرشه او الممبرين كانت بتطلع بروستاجلاندين وتسالف عمليه الولاده. طيب ايه رايكم اعمل هنا رشه في الممبرين على عيل ميت ولا لا؟ نيفر انك تعمله. مش عايز حد يجي يقول لي يا دكتور انا عايز اكسلريت عمليه الولاده فاعمل رشه في الممبرين. السؤال دلوقتي انت عايز تاكسلريت عمليه الولاده ليه؟ مستعجل على ايه؟ الولد مات في بطن امه وشبع امه، تمام؟ خلي العيل ينزل على الاقل اقل من مهد، تمام؟ طب انت ليه محترم مش عايز تعمل رشه في الممبرين؟ اصل سيادتك العيل الميت ده لوحده في حد ذاته ريسكي فاكتور ان الام يجي لها انفكشن ولا لا؟ طب الممبرين ده اصلا بارير يا اولاد اجينست الانفكشن. لو انا جيت في الفيرست ستيج اوف ليبر اللي بتاخد من 12 ساعه ل 16 ساعه ورحت جاي مرشر الممبرين يا اولاد، يبقى خلال 12 ساعه 16 ساعه دول انا جمعت على البنت دي تو ريسكي فاكتور ان يجي لها انفكشن. ولد ميت في بطن امه بممبرين رحت جاي مرشره، كل الكومنسرز بكتيريا اللي موجوده انا تطلع وتعمل لك يا دكتوره انفكشن، العيل ينزل اللي هم تدخل مني بعد كده فيربرال سيبسز وسيبتك يا اولاد. شكرا. فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ علشان كده عشان ده دليفر اكسيتوسن بروستاجلاندين ونيفر نيفر انك تعمل رشه في ممبرين ايرلي. خليه دريت قوي دريت قوي. يعني يا دكتوره خلاص السيرفكس بقى فلو دايركت، السيرفكس 9 سم يعني العيل هينزل مش هياخد وقت قدام 12 ساعه 16 ساعه. وبعد عمليه الولاده على طول يا اولاد اللي هم ديت متوقع ان يبدا يجي لها بريست تشارج ولا لا؟ يبقى لازم ادي لها ادويه تسبرس اللي هي يا اولاد لاكتيشن، ولازم نعمل ايه؟ ايس باكس، ولازم يكون في تايت براب عشان مش هديها فرصه ان البريست يحصل له انجوجمنت. ويا بنتي وعليكي خير باذن الله الحمل الجاي لما ربنا يكرمك وتحملي عايزين متابعه محترمه، تمام؟ اشمعنى؟ علشان اذا كان العيل ده مات لاسباب ان السكر عندك ما كانش متظبط، ان انت كان عندك بري كلامس، ان انت كان عندك انتيكوسكوبيدال سندروم، اقدر اعمل لك عمليه البروبر مانجمنت والعيل الجاي ايه؟ ما يموتش، تمام؟ بوست ترم بريجننسي يا اولاد بس اكتب لي عليه قراءه. ايه؟ القرارات اللي بتاخدها في الساعه كام؟ 12 الى كام؟ 12 الى 10. طب بصوا يا شباب بصوا خمس دقايق بس خمس دقايق بس مجرد حاجه بسيطه ربنا شباب انا بقول عايز اقول لكم لو نزلت الفتره من كام لكام كلمتين خايبين هنا هو بص هو بص يا شباب العيل لو نزل في الفتره الزمنيه من 24 اسبوع ل 37 كنا بنسميه بريتير. لو العيل نزل من 37 ل 42 اسبوع بتسميه اولاد فول تيرم. لو العيل بدا يعدي ال 40 ل 42 اسبوع بنسميه اولاد بوست تيرم. هقول لك بس كلمتين بسرعه. المفروض يا دكتور ان احنا قفلنا في حمل حد هنا، تمام؟ السؤال ايه اللي يخلي العيل يا اولاد يعدي فتره 42 اسبوع يكون لسه ما نزلش؟ للست اللي بيجي يقول لك دي فلانه دخلت في العاشر، تمام؟ بقى لها اسبوعين في العاشر او 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 او, أو. الاسباب يا جماعه اللي ممكن تخلي العيل دوت يتاثر ان سيادته في اليوترس ده ما عملش يوتراين كونتراكشن. المفروض يا اولاد ان على نهايه الشهر التاسع ركز معايا بسرعه على نهايه الشهر التاسع اليوترس يبدا يعمل كونتراكشن عشان ينزل عيل ولا لا؟ طيب نظريات الولاده يا جماعه لو انتم كنتوا فاكرين ان المفروض ان الليفل بتاع الاستروجين يبدا فاكرين لما انا كنت بقول لكم ان الاستروجين بروجسترون بالانس بروجسترون قل الاستروجين عالي يبقى انا ماشي بسكه ان يحصل يوتراين يا اولاد كونتراكشن. ايه رايك يا دكتور ان انا لو جيت في نهايه الشهر التاسع الاستروجين اللي بيعمل كونتراكشن مش موجود هل انت صح صح في كونتراكشن يا اولاد؟
لا عشان انا ما عنديش يا جماعه اسكت السؤال ما عندكش اسكت ليه؟ قال لك لان احنا مش عارفين نصنعه ازاي نحطه. لما انا قريت كنت بشرح لكم فيتو بلاسنتا اليونت والاستروجين بيطلع ازاي والبروجسترون بيطلع ازاي، كنت بقول لكم دي البلاسنتا ودي الماتيرنال سيركيليشن ودي الفيتال سيركيليشن. الكلام ده احنا خدناه في المراجعه بالمناسبه. لما جيت قلت لكم ان انا باخد من الام كوليسترول يوم الكوليسترول يطلع جري على البلاسنتا يديني حاجه اسمها بريجنونون، جزء منه هو لسه مازال جوه البلاسنتا يديك بروجسترون، الجزء الثاني يطلع جري على الفيتال ليفر عشان يدي حاجه اسمها دهيه، والدهيه تروح للسوبرارينال جلاند بتاعت العين عشان تدي حاجه اسمها دهيه. ايه يا اولاد؟ دهيه صلفيت، وترجع تاني الدهيه صلفيت للبلاسنتا عشان تديني استريول اي 3. ده الكلام اللي انا كنت قلته لك في المراجعه والتشريح بالكلمتين دول. السؤال بقى يا دكتور، الدهيه صلفيت دي اللي رجعت للبلاسنتا عشان تديني اي 3 محتاجه كام انزيم يشتغل عليها عشان تديني استريول؟ محتاجه تو انزيم سوداء. الانزيم الاولاني هيقول لي الدهيه صلفيت متشكل، انا مش عايز الصلفيت اللي عندك دوت، لو سمحت فطاير الصلفيت عن طريق انزيم اسمه يا اولاد انزيم بيطير الصلفيت اسمه سلفاتيز انزيم. وبعد يا جماعه ما السلفاتيز انزيم يطير الصلفيت يشتغل انزيم ثاني اسمه اروماتيز ويدي الاستروجين، تمام؟ طيب يعني يا دكتور انت الفيرست ستيب عايز تطير مين هنا يا اولاد؟ السلفا عن طريق انزيم اسمه يا جماعه سلفاتيز. وبعد كده يا شباب الدهيه اللي هتبدا تتكون هنا تمام هيشتغل عليها اروماتيز. دكتور ملعب كده، ما انت كان عندك دهيه في الليفر ما كانت تدخل على طول لمين يا اولاد؟ للباسنتا. لازم يعني تحط السلفيت جروب وترجع تشيلها عشان اعرف ادخلها للباسنتا يا اولاد، لازم يكون معاك السلفيت ايه؟ جروب، تمام؟ طيب لو انا كان عندي يا اولاد ديفيشنسي على مستوى السلفاتيز هل هقدر اصنع استروجين؟ يبقى الليفر بتاع الاستروجين هيبدا ايه يا اولاد؟ يقل. يبقى السبب الله فاكرين يا جماعه الانكيفالي؟ كنت بقول لكم ان العيل عنده انكيفالي يا ولاد كان بيتولد بدري ولا كان بيكون غالبا مستطير؟ مستطير. اشمعنى؟ قلت لك ساعه عمليه الولاده الكومبريشن بتاع راس العيل يروح جاي مطلع اي سي تي اتش ولا لا؟ الاي سي تي اتش يطلع جري على السوبرارينال جراند بتاعت العيل علشان تديك كورتيزول ولا لا؟ الكورتيزول ده كان بيصنع في بيساهم في التصنيع بتاعت ايه؟ اس 3 استريول. طيب لو العيل ده يا جماعه ما عندوش البرين اصلا انكيفالي هل هيطلع اي سي تي اتش؟ هل هيطلع كورتيزول؟ هل الاستروجين هيلاقي حاجه تنشط السنسز بتاعه؟ يبقى ساعتها الاستروجين ما طلعش، ما يحصلش يا دكتور يوتراين كونتراكشن. يبقى لو انا كان عندي انكيفالي مش هيطلع اي سي تي اتش. او بصوا يا اولاد لو العيل عنده البرين فعليا موجود، لو العيل عنده البرين فعليا موجود بس البيتيوتري جلاند والسوبرارينال جلاند بتاعته يا اولاد مش شغالين، حاجه بنسميها ادرينو كورتيكال insufficiency. لازم تقول لها يا ولاد هتخلى عيل نزل في ميعاده ولا اتاخر بدري عن ميعاده؟ يتاخر، تمام؟ المفروض الاستروجين يا جماعه كان يطلع عشان يعمل لي كونتراكشن. للاسف تاخر ايه الخروج؟ يا اما اتاخر عشان مش عارف اصنعه، او اتاخر عشان البرين مش موجود، او اتاخر عشان البرين مش عارف يا ولاد يشتغل كويس، تمام؟ طيب العيل ده يا جماعه كل ما هيفضل في بطنه هتديله فتره زمنيه اكبر. كل ما العيل بيدخل في اسبوع 30 و40 اسبوع. حد يرد عليا غالبا وزن العيل بيزيد ولا بيقل؟ في 70% من الاحوال بيزيد. 30% من الاحوال بيقل يحصلوا ايه؟ اي بي اوف. انما 70% يا ولاد هلاقي العيل دوت عنده ماكرو سومبشن. الحاجه الثانيه كلكم عارفين يا ولاد نوع الهيموجلوبين اللي موجود في دم العيل، نوع الهيموجلوبين ايه يا جماعه؟ اف. الله ينور عليكم. الهيموجلوبين اللي موجود في دم العيل من جلده. وكلكم عارفين يا ولاد ان الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين اف للهيموجلوبين عاليه ولا قليله؟ طيب حد يا ولاد يقدر يرد عليا؟ سيبك من الكلام اللي في الكتاب انا عايز افهمك الكلمتين هنا دول. حد يا ولاد يقدر يرد عليا؟ يقول لي بعد عملية الولادة نوع الهيموجلوبين اللي هيكون موجود في جسمنا بيتحول من هيموجلوبين اف لهيموجلوبين تاني اسمه هيموجلوبين ايه؟ طب العيل ده لو كانت ولد يا ولاد، العيل ده لو كانت ولد المفروض الهيموجلوبين اللي في جسمه كان هيكون هيموجلوبين ايه؟ الولد ده بدل ما يتولد فضل موجود في جسم امه، فضل موجود في بطن امه يا ولاد، تمام؟ العيل ده انا ما اعرفش ان انا ايه نزلت ولا ما نزلتش، انا ماليش فيه. طول ما انا موجود وبتجيلي نيوتريشن انا عمال اكبر. طول ما انا موجود يا جماعه وبعد الاسبوع 45 بغض النظر انا جوه بطن امي ولا براها انا ماليش دعوه، انا هبدا احول الهيموجلوبين اف من هيموجلوبين اف الى هيموجلوبين ايه وهو لسه مازال جوه بطنه والدته. هو بيقول لك انا اخر لحد الاسبوع رقم 41 لحد الاسبوع رقم 42 بيفضل معايا الهيموجلوبين اف. بعد المرحله ديت يا اولاد ببدا اصنع النوع الثاني من الهيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين ايه اللي هو للاسف الشديد
الافينيتي بتاعت الاكسجين عاليه ولا قليله؟ الواد ده ولاد كان عن طريق الهيموجلوبين اف بياخد اكسجين كتير 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 في المنظر ده، ده هياخد حبه اكسجين صغيرين. يبقى معنى كده العيل دوت عنده انيشال مايكروسوميا، لو استمرت عليه بطنه وامه فتره زمنيه اكتر من كده يا ولاد الهايبوكسيا اللي هتبدا تحصل له وتخلي الجروس يزيد ولا هيبدا يقل؟ علشان كده يقول لك ان العيل البسط ديت يا ولاد او البوست ماتيوريتي في 70% من الاحيان مايكروسوميك، 30% من الاحيان يا ولاد ممكن يحصل اي جي ار. فهمت الكلام ماشي ازاي؟ عامل زي السكر، ممكن يعمل مايكروسوميا ممكن يعمل اي جي ار على حسب متظبط ولا مش متظبط. انا برضو عندي هنا يا ولاد ممكن يحصل مايكروسوميا وممكن يحصل اي جي ار. الانيشال اللي هيحصل في البدايه هيكون يا ولاد مايكروسوميا. فضلت نايم على وداني يا دكتوره هيبدا الهيموجلوبين يتحول من هيموجلوبين اف الى هيموجلوبين اي. في البدايه هيعمل هايبوكسيا على مستوى العيل. ليتر اون هيبدا يعمل ايه يا ولاد؟ اي جي ار. ده عيل وديته نسيه في الثلاجه ما انسش. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب لما الاكسجين يكون قليل يا ولاد، لما الاكسجين يكون قليل العيل ده يجي له هايبوكسيا ولا لا؟ ولما الواد ده يبدا يجي له هايبوكسيا يا شباب الهنا الاسفنكتر يبدا يحصل له ايه؟ ريلاكسيشن. ولما يبدا يحصل الريلاكسيشن على مستوى الهنا الاسفنكتر الميكيونيا ما يبدا يطلع في الامنيتيك فلويد ولا لا؟ او انا كدكتور يا شباب لو ربشرت الممبرين الاقي فيه امنيتيك فلويد في ميكيونيا ولا لا؟ انا كدكتور لو بعمل الترا ساوند الاقي الامنيتيك فلويد بتاع الفنتريا كتير يا شباب ولا تبدا؟ علشان الاقي الميكيونيا اللي بدات تتواجد فيه. يبقى سيادتك كده احنا عرفنا الديفينيشن بتاعنا. المشاكل بتاعت العيل دوت. المشاكل بتاعت العيل دوت. طيب احنا كده يا جماعه خدنا بس ايه المقدمه بتاعتها اشرحها لكم بكره مش مشكله. بكره يوم الثلاثاء ميعادنا الساعه 10 كان في اقتراح يا اولاد منهم عايزين نخلي يوم السبت ميعاد متاخر شويه مناسب. عايزين نخليها على الساعه 11 او 11 ونص. ايوه طبعا. طيب لو عرفت تتصور مع الدكتور استاذ